مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. إن شاء الله النهاردة حلقتنا عن الأبطال، أكيد هنتكلم على بطولة أبطال أوروبا، أكيد هنتكلم عن المباريات اللي كانت مباريات قوية جدا جدا في دور ال 16. عارفين حضراتكم البطولة قوية وكان في مباريات على أعلى مستوى. وخلاص جبنا سيرة الأبطال، يبقى كمان لازم نتكلم على نادينا العظيم النادي الأهلي اللي بيستعد كمان لمباراة كبيرة جدا في دوري أبطال أفريقيا أمام سان داونز. مباراة طبعا من العيار الثقيل، وخلينا نقول إن النادي الأهلي دايما معودنا البطولات على البطولات، معودنا دايما على الاستعداد القوي جدا لمباريات الكبيرة، واعتقادي وشفنا دوت أمام بيراميدز والفوز بثلاث أهداف مع الرأفة على فريق كبير زي بيراميدز. لكن هناخد من ده ونروح بيه على جنوب أفريقيا. زي ما حضراتكم شايفين استعدادات قوية جدا للعبتنا، هناخد الثقة، هناخد إصرارنا، هناخد روح اللي دايما موجودة في لعبة النادي الأهلي، روح البطولة. هناخد كمان معانا طموحاتنا وأحلام جماهير النادي الأهلي بال11. خلاص النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي بيطالب بال11، النجمة ال11 بإذن الله. الطريق مش سهل، الطريق عايز تركيز كبير جدا، عايز مجهود كبير جدا، عايز التزام على أعلى مستوى، وعايز كمان اللي دايما ما بيغيبش هو جماهير النادي الأهلي. كلنا ورا فرقتنا إن شاء الله في المباراة طبعا أمام فريق كبير سان داونز. مباراة يعني إن شاء الله بنحدد فيها ملامح طبعا إن شاء الله صعودنا، إن شاء الله بإذن الله هنصعد، نصعد أول، نصعد تاني، ما بيفرقش معانا الحاجات ديت، يعني نصعد أول مجموعة، نصعد تاني مجموعة، ولكن الهدف هو الصعود. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة استعدادات كبيرة جدا جدا، بنشوف كمان على مستوى الإدارة، على مستوى التنظيم، وجود فرقتنا خلاص بتستعد بشكل أكتر من رائع لهذه المباراة الكبيرة. زي ما قلت لحضراتكم مباراة سان داونز مباراة فاصلة في النادي الأهلي، اللي إن شاء الله بإذن الله نكون أول المجموعة، ولكن المشوار طويل، والنادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين بيلعب تقريبا كل 48 ساعة بيلعب مباراة، ومباراة كبيرة، إذا كانت مباراة في الدوري المصري، إذا كانت مباراة في بطولة أفريقيا. بيتسي موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، تحية كبيرة جدا لهذا المدير الفني الرائع اللي في جميع المباريات الكبيرة بيثبت إنه مدرب كبير، وبيثبت ان احنا عندنا مجموعه من اللعيبه مميزه على المستوى الدولي، على المستوى الافريقي. عندنا لعيبه زي ما حضراتكم شايفين، محمد عبد المنعم من اكتر المكاسب اللي انا على المستوى الشخصي سعيد بتواجد هذا اللاعب جوه جدران النادي الاهلي، هو ابن النادي الاهلي، لكن بيضيف اضافه كبيره جدا جدا حتى بعد غياب بدر بنون. اكيد غياب مؤثر، لكن محمد عبد المنعم يعني بيأدي بشكل اكتر من رائع، ومن خلال طبعا منتخبنا ومن خلال النادي الاهلي. فعايز اقول لحضراتكم ان شاء الله باذن الله مباراه يكون المكسب فيها للنادي الاهلي بشعار، مش هقول شعار الريفنج او الانتقام، ده دافع ليك. اتغلبت هنا في القاهره 1-0، فتروح هناك ان شاء الله تكسب 1 وتكسب 2، قادرين على ده، واثبتنا دوت في مباراه كبيره امام فريق كبير اسمه بيراميدز. لكن الأهلي فوق الجميع، النادي الأهلي بيثبت في مباراة بيراميدز إنه تاريخ. يا جماعة بنتكلم على تاريخ، بنتكلم على تاريخ كبير جدا، بنتكلم على مؤسسة كبيرة جدا، بنتكلم على جماهير بالملايين، بنتكلم على لعيبة بتموت نفسها في الملعب، وعارفة قيمة التيشيرت اللي لابساه، وعارفة قيمة الشعار المحطوط على قلبهم. النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي اللي بيقدم مباريات الحمد لله على أعلى مستوى. إن شاء الله مباراة سان داونز لا تقل يعني أهمية، لا تقل تركيزا، لازم النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي، وهم ده عارفينه، الجهاز الفني عارف وبيحضر بشكل أكتر من رائع، إجهاد ما بعده إجهاد. بنتكلم على مشوار طويل جدا من القاهرة نروح لجنوب أفريقيا، لكن النادي الأهلي نادي كبير وقادر على التحديات. النهارده هنتكلم كمان مع ضيفنا النهارده الأستاذ إيهاب الجنيدي، هنشوف الوضع إيه في مجموعة النادي الأهلي في بطولة أفريقيا إن شاء الله. لكن خلينا بعد قبل ما نتكلم على الصحف نتكلم في بعض النقاط السريعه، الاخبار السريعه. النهارده
استقبل الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي المشجع الاهلاوي امه، طبعا مكسر امح، طبعا مكسر السوشيال ميديا، محب للنادي الاهلي جدا، يعني عاشق للنادي الاهلي. النهارده يمكن النادي الاهلي بيحل مشكله امح بخصوص طبعا دخول المباريات، ودلوقتي بيحق ليه انه يحضر كل مباريات النادي الاهلي اللي جايه. النهارده كمان اتسلم المشجع الاهلاوي الكبير هديه من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ومن الدكتور سعد شلبي تيشيرت النادي الاهلي. امح طبعا سعادته كبيره جدا جدا، زي ما بقول لحضراتكم يمكن كان في بعض مباريات معينه بيحاول يخش ما دخلش، فبدا يبكي على البوابه انه عايز يخش ويشوف النادي اللي بيحبه وبيعشقه، لكن المشكله دي اتحلت النهارده عن طريق ادارتنا كابتن محمود الخطيب دكتور سعد شلبي، بيدوا كارنيه، اولا بيديله تيشيرت النادي الاهلي، كمان بيديله كارنيه انه قادر انه يخش لاي مباراه للنادي الاهلي. ده يا جماعه الطبيعي بتاع النادي الاهلي، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي عالمي، وكل احنا بنشوف يعني اللي بيتابع اكيد البريمير ليج والدوريات الاوروبيه بيشوف ان الانديه الاوروبيه بتهتم جدا جدا بذوي المهام الخاصه، بنشوفهم في قاعدين في ارضيه الملعب، بنشوف ليهم اماكن خاصه، فالنادي الاهلي لا يقل يعني احترافيه عن هذه الانديه، ودايما بيبص ودايما سابقين بخطوه. النهارده امه يعني بيحقق اماله ان هو متواجد دايما في مدرجات النادي الاهلي. شفنا في الفيفا لما دعا المشجع البرازيلي الكفيف نيكولاس وهو ووالدته سيلفيا للتواجد في ابو ظبي لحضور منافسات كاس العالم للانديه، طبعا مع مشاركه فريق بالميراس في البطوله للمره الثانيه في تاريخه. ونيكولاس طبعا كمان هو من اشهر المشجعين في البرازيل، عنده مكانه كبيره جدا جدا ما بين جماهير بالميراس. فعايز اقول لحضراتكم ان ديت العاده في الانديه الكبيره، الانديه العريقه، النادي الاهلي نادي كبير، نادي عريق، بيبص لكل، بيوسع القاعده، القاعده كبيره جدا جدا، وخاصه ذو المهام الخاصه اكيد ليهم عين، او النادي الاهلي واداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب كمان ما بيغفلش هذه المجموعه وبينظر لها نظره خاصة جدا جدا، وهم فعلا يستحقوا لان عشقهم كبير كبير جدا جدا للنادي الاهلي. طيب اخبارنا واخبار الكرة العالمية والترانسفير، عملية خلاص كل الاندية بتحاول تحضر نفسها في السمر ترانسفير اللي جاي، الانتقالات الصيفية. وعايز اقول لكم ان هالاند يعني بيقترب الى حد ما الى برشلونة، نتكلم على طبعا النجم النرويجي هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، يعني اشترط للانتقال لبرشلونه خلال الانتقالات الصيفيه المقبله هو التوقيع على عقد قصير الاجل. طبعا المهاجم بروسيا دورتموند صاحب ال 21 سنه عنده عروض كبيره جدا من كل انديه اوروبا، الانديه الكبيره، نتكلم على برشلونه، مانشستر سيتي، ريال مدريد، البي اس جي، بتتكلم على كمان بايرن ميونخ، واقول لحضراتكم كمان حكايته مع بايرن ميونخ. لكن برشلونه بيبذل قصار جهده لاقناع اللاعب النرويجي بالانضمام ليه في عقد. طبعا خوان لابورتا رئيس النادي عمل جلسه مع رايولا، ده طبعا وكيله قعد معاه، وكمان تشافي المدير الفني لبرشلونه راح لالمانيا عشان يقابل هالاند ويشرح له ايه هيكون دوره في الفريق في حاله انتقاله لفريق برشلونه. الحقيقه برشلونه عنده مباراه مهمه جدا جدا النهارده مع فريق جلاتا سراي، نتمنى كمان التوفيق لنجمنا ونجم مصر طبعا مصطفى محمد اللي هيلعب النهارده مباراه امام برشلونه في الاوروبا ليج. وكمان تشافي اشاد بفريق جلاتا سراي واشاد كمان بثلاثي الهجوم لفريق جلاتا سراي، مباراه كبيره على مستوى المصريين، بنشوف مصطفى محمد بيلعب امام فريق كبير زي برشلونه، كمان عن برشلونه واماله وطموحه طبعا بعد خروجه من دوري الابطال، طموحه هو الفوز بالاوروبا ليج. تشافي قال ايه عن جلاتا سراي، نشوف مع حضراتكم. Es un entrenador que coneix el club, que estima el club. إنه تشافي هرنانديز، مدرب يعرف ويعشق هذا النادي، يحترم القرارات التي اتخذها النادي، يتمتع بشخصية قوية، من الصعب جدا التأثير عليه، لديه أيضا أفكار واضحة عن الطريقة التي يجب أن نلعب بها، وهو يعمل بجد ويعشق كرة القدم لدرجة الجنون.
لديه رؤية واضحة عن برشلونة وعن الطريقة التي يجب أن يلعب بها الفريق. أنا راض جدا بأن يكون لدى الفريق مدرب مثل تشافي. أنا واثق بأنه سيبقى معنا لسنوات طوال وأنه سيمنحنا لحظات سعيدة. أقول إننا بدأنا عهدا جديدا، أمل أن يكون حافلا بالأمجاد والروعة لبرشلونة. نحاول تسطير تاريخ جديد بمجموعة من اليافعين والعناصر التي تتمتع بخبرة من لاعبين أقوياء وأيضا لاعبين لديهم مستقبل ناصع. طموحنا أن نشيد فريقا يلعب سويا لسنوات عديدة، فريق يلعب بصورة جيدة ويسجل العديد من الأهداف ويفوز بالعديد من الكؤوس. هدفنا أن نسعد مشجعينا. ده كان خوان لابورتا طبعا رئيس نادي برشلونة، واللي اتكلم على تشافي ويقول وزي ما قلت لحضراتكم تشافي بيعمل أداء أكتر من رائع في خلال الأسابيع والأشهر الماضية بعد طبعا الهزة الكبيرة جدا لبرشلونة في أول السيزون، لكن بيأدي بشكل أكتر من رائع حتى على مستوى الليجا على مستوى الدوري الأسباني ماشي بخطوات رائعة. ولابورتا طبعا أكيد زي ما حضراتكم شايفين عنده نظرة ثاقبة وبيقول إن تشافي مدرب أكثر من رائع، عندهم مشروع طويل الأجل لعودة برشلونة لأمجادها بشكل كبير جدا. وزي ما بقول على ذكر طبعا مباراة برشلونة النهاردة مع جلاتا سراي، يعني فريق برشلونة تشافي حذر زي ما بقول لحضراتكم حذر خط الدفاع الكتالوني من الهجوم القوة وخط هجوم جلاتا سراي اللي بيضم الثلاثي محمد ما طبعا مصطفى كريم أكتور وكمان جوميز. تشافي قال في تصريحات لي قبل مباراة برشلونة وجلاتا سراي يجب مراقبة ثلاثي خط هجوم جلاتا سراي ومنعهم من تشكيل خطورة على طبعا دفاعات البارسا، ورغم طبعا عملية الاستحواذ. لكن زي ما بقول لحضراتكم النهاردة مباراة كبيرة، النهاردة برشلونة وتحدي جديد. كل الناس ممكن تقول لك بالنسبة لبرشلونة مباراة سهلة، ما اعتقدش بقى في مباراة سهلة في كرة القدم، والدليل على كده اللي شفناه يمكن في مباراة دوري الأبطال ما بين ريال مدريد وبرشلونة، وقد ايه بقول لك كرة القدم بتحتاج الاحترام، لازم تحترم الكرة عشان تحترمك. هنتكلم على ده بالتفصيل مع طبعا الناقد الرياضي إيهاب الجنيدي، لكن زي ما بقول لحضراتكم اللي شاف مباراة ريال مدريد امبارح امام باريس سان جيرمان، الشوط الاولاني استحواذ سيطرة، الشوط الثاني التاريخ بيلعب دوره، تحس ان لعيبه باريس سان جيرمان ضمنت الماتش بشكل يعني في نوع كبير جدا من الكبرياء ومن الغرور، وبداوا يتنقلوا الكوره بشكل استعراضي في وسط الملعب، واذا دوناروما بيعمل خطا فادح المباراه بتتقلب، بيظهر الوجه الحقيقي للريال، وبيظهر ما بين زي ما بيقولوا جماهير النادي الاهلي ربطتها بشكل او باخر بمباراه النادي الاهلي وبيراميدز. لكن انا مش عايز اخش في المنطقه ديت، لكن عايز اخش في منطقه احترام كره القدم. مهما كان فريق عنده اكبر وافضل لاعبي العالم، ولكن عنده نوع من عدم التركيز، نوع من الاستهتار، نوع من الغرور، نوع من عدم احترام الخصم، بتكون هي النتيجه. ريال مدريد امبارح بيدي درس كبير جدا في حاجات كتير جدا، منها كريم بنزيما على سبيل المثال ريمونتادا اكتر من رائعه. هنتكلم على المباراة دي بالتفصيل إن شاء الله في حلقتنا النهاردة. نروح لخبر تاني، بوكوتينيو زي ما بقول ده المدير الفني طبعا لباريس سان جيرمان، في كلام كتير حول مصير هذا المدرب الأرجنتيني، وفي مطالبات كبيرة جدا برحيله عن باريس سان جيرمان بعد الخسارة الكبيرة أمام ريال مدريد امبارح. ليوناردو المدير الفني لريال مدريد عبر قناة RMC قال ما حدث هو مصيبة، يعني اللي حدث ده مصيبة، لكن مش هندفن يعني دماغنا في التراب. من الصعب جدا تفسير ما حدث، لكن خطأ دوناروما كان خطأ حاسم. كمان ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان وجه بعض الهجوم على حكم اللقاء، وانه من العار ان يكون قرار التحكيم حاسما في هذا النوع من اللحظات، لكن علينا التحلي بالهدوء. كمان قال يجب أن نحاول تحسين هذا الفريق والحفاظ على الروح المعنوية لاستكمال مشوارنا في الدوري الفرنسي. أنهى ليوناردو كلامه وقال إن علينا أن نبقى معا. كوتينو لا يزال في منصبه هذا الموسم، لكن زي ما بقول لحضراتكم علامة استفهام كبيرة جدا على PSG والغرور والتعالي وعدم يعني احترام الخصم في وقت من الأوقات. وإذا تنقلب الطاولة على لاعبي باريس سان جيرمان، شفنا أداء يعني أداء ميسي، أداء امبابي كان أكتر من رائع، لكن
نيمار كمان، نيمار بيقدم في رأيي تخاذل كبير جدا جدا، ونقل التخاذل ده للاعبته، وبالتالي عودة قوية جدا جدا للريال. بتتكلم عن مودريتش صاحب ال 37 عام، وقد ايه القدرة الهجومية والدفاعية لهذا اللاعب. كريم بنزيما وثلاثية رائعة، هاتريك من يعني من الذهب زي ما بيقولوا. كل دوت هنناقشه ان شاء الله. خلينا نروح من بطل لبطل، نروح لفاروق صلاح طبعا من جنوب افريقيا عشان يكلمنا ويطمنا على بطلنا النادي الاهلي. مساء الخير عليك يا فاروق، وطمنا على فرقتنا وبعثتنا في جنوب افريقيا. فاروق، طيب هنرجع لفاروق تاني. وزي ما بقول لحضراتكم بنتكلم دايما على الابطال، امبارح ريال مدريد كان بطل، وبنتكلم النهارده كمان عن ان شاء الله بطوله جديده تضاف لدولاب النادي الاهلي ان شاء الله، ومباراه صعبه امام سان داونز. رجعنا لفاروق تاني. فاروق مساء الخير عليك. كل التحية ليك يا كابتن هاني، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طمنا فاروق، أخبار بعثتنا إيه؟ أخبار التدريب إيه؟ أحوالنا إيه بعد الرحلة الطويلة؟ كيف تعامل الجهاز الفني مع هذه الرحلة الطويلة؟ وطمنا على فرقتنا. يعني خليني في البدايه يعني اخد من كلام حضرتك كابتن هاني، كيف تعامل النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي مع هذه الرحله؟ طبعا توفير طائره خاصه للنادي الاهلي في الرحلات الافريقيه مؤخرا او في الفتره الاخيره امر يعني يشكر عليه مجلس اداره النادي الاهلي، ومن النقاط المهمه جدا اللي لازم ننوي ليها. حضرتك طبعا يا كابتن هاني واحد من نجوم النادي الاهلي ونجوم الكره المصريه، ويعني تاريخ طويل في الاحتراف، اكيد عشت وتعيش مع هذه الاجواء، ووجود طائره خاصه في مثل هذه يعني الرحلات او المباريات الافريقيه بيبقى امر ضروري جدا. تاني نقطه يا كابتن هاني هي عمليه الاستشفاء اللي تمت للاعبين على الطائره، والدور الكبير اللي قام بيه افراد الجهاز الطبي بقياده رئيس الجهاز الطبي طبعا الدكتور احمد ابو عبله، ومعاه باقي الطاقم الطبي الاستشفاء اللي تم للاعبين في الطائره. انت عارف حضرتك كابتن هاني ان اللاعبين خرجوا من استاد الاهلي ويا السلام بعد الفوز على فريق بيراميدز، وسريعا استقلال الطائره والتوجه الى جنوب افريقيا. من هنا بدا الاستعداد. ايضا النقاط المهمه ان الفريق قفل سريعا لدى يعني استقلال اللاعبين الطائره، قفل صفحه مباراه بيراميدز. عندنا هدف مهم جدا، عندنا الفوز ان شاء الله وتحقيق نتيجه الفوز باذن الله على فريق سان داونز. من النقاط المهمه اللي اضفت مزيد من ارتفاع الروح المعنويه والاستقرار الفني، طبعا قرار بتجديد عقد مستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني لمده عامين كان امر في غايه الاهميه. طبعا بعد رحله الطيران عايز اقول لك ان الاجواء هنا اكثر من رائعه في جنوب افريقيا، بالتحديد جوهانسبرج اللي هتستضيف احداث اللقاء على استاد سوكر سيتي ان شاء الله يوم السبت في تمام الساعه 3:00. اقدر اقول لك برضو يا كابتن هاني بالنسبه للحضور الجماهيري زي ما فرضنا من خلال قناه النادي الاهلي ان مسؤولي نادي سان داونز كان المخاطبات الرسميه ما بينهم وما بين مسؤولي الكاف او الاتحاد الافريقي، حصلوا على موافقه بحضور على يعني 10% من سعه الاستاد. تقدر تقول ان يعني ارقام الجماهير مش هتتجاوز ال 5000 او 7000 متفرج، ودي موافقه حصل عليها فريق مسؤولي نادي سان داونز. النهارده بالفعل النادي الاهلي كان ادى مرانه الاول على استاد او ملاعب نادي كايزر تشيفز، وعايز اتكلم هنا يا كابتن هاني على قيمه النادي الاهلي، قيمه النادي الاهلي ونظره الانديه القاره السمراء للنادي الاهلي. وعايز اقول احنا هنا في جنوب افريقيا الجميع بيحتفي بالنادي الاهلي، الاستقبال للنادي الاهلي، عارفين يعني ايه قيمه النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي بيؤدي تدريباته على استاد او ملاعب نادي كايزر تشيفز، اللي كانوا حريصين يعني المسؤولين ابناء مالك النادي والمدير الرياضي حريصين على استقبال النادي الاهلي وتبادل الهدايا التذكاريه مع النادي الاهلي. قال لي كلمه مهمه جدا، يعني كايزر جونيور المدير الرياضي قال لي كلمه مهمه، قال لي النادي الاهلي بالنسبه لنا مش مجرد رقم، النادي الاهلي هو واقع احنا بنعيشه وبنشوفه بعينينا. النادي الاهلي ليس بالنسبه لنا كمؤسسه رياضيه فقط بننظر ليها، احنا حاطينه قدامنا نموذج كاداري. النادي الاهلي مش فخر لمصر فقط، لا، النادي الاهلي فخر للقاره السمراء. والنادي الاهلي مش تاريخ اتكتب على مدار سنين فاتت، لا، ده تاريخ
قدروا يحافظوا عليه ومستمرين. كلام مهم جدا يا كابتن هاني ان الكلام ده يطلع من مسؤول، يعني انا مسؤول كنت بقول له ان انت يعني منذ اشهر قليله انت كنت بتلاعب النادي الاهلي على نهائي كاس افريقيا ونهائي دوري ابطال افريقيا وان الاهلي يفوز بثلاثه اهداف، لكن هي دي قيمه النادي الاهلي يا كابتن هاني. طبعا مران اكثر من رائع النهارده، ظهور اللاعبين بحاله بدنيه وحاله فنيه اكثر من رائعه. قبل المران كان في محاضره المستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، طبعا اتكلم على اهم النقاط القوه والضعف فريق صن داونز اللي يعني واحد من الفرق القويه طبعا والفرق والاسماء الكبيره في القاره السمراء. كان مستر بيتسو موسيماني عرض بعض لقطات الفيديو الخاصه بالمباراه الاخيره اللي جمعت ما بين الاهلي وفريق صن داونز، وايضا عرض مجموعه من المباريات لفريق صن داونز في الفتره الاخيره اللي خاضها. اقدر اقول لك برده يا كابتن هاني ان فريق صن داونز بعد مباراه الاهلي خاض لقاءين، لقاء في الدوري وتلقى فيه الهزيمه بهدفين مقابل هدف، ولقاء في الدور التمهيدي لكاس جنوب افريقيا كان امام احد فرق الدرجه الثانيه وفاز بسته اهداف. طبعا عنده غيابات عن اللقاء حتى الان، طبعا استمرار غياب سيرينو. انا بحاول اقربك اكتر كمان يا كابتن هاني من فريق صن داونز واستعدادهم للمباراه. عندهم استمرار غياب سيرينو للاصابه طبعا بعد اصابته في مباراه صن داونز والهلال، وايضا مستر رولاني المدير الفني الثاني اللي طبعا كان حصل على كارت احمر او طرد في مباراه الاهلي وتقرر ايقافه لمده مباراه هي المباراه القادمه امام فريق النادي الاهلي. برضه عايز اطمنك على محمد هاني. محمد هاني طبعا كان الفتره مباراه بيراميدز كان اشتكى من الام في العضله الضمه وفضل الجهاز الطبي ان هو يريحه. النهارده محمد هاني بيأدي بعض التدريبات العلاجيه، التدريبات التاهيليه، لكن يعني زي ما اكد لنا الدكتور احمد ابو عبله ان شاء الله بنسبه كبيره جدا محمد هاني هيكون موجود معانا في مباراه يوم السبت بمشيئه الله. حاله اللاعبين، التجهيزات، التحضيرات اللي بالطب على النطاق الاداري، دور السفاره المصريه اكثر من رائعه كابتن هاني. ايضا يعني مش عايز برضه انا عايز اقول لك على درجه الحراره او الجو هنا صحيح كالعاده بالظبط يا كابتن هاني، ده متعودين على الامور دي انت عارف. المهم كمان قول لنا الاجواء، يعني درجات الحراره كام في جنوب افريقيا، و يعني تقول لنا كمان استعدادات او فرقه او برنامج فرقتنا بكره هيكون ازاي ان شاء الله. اقدر اقول لك يا كابتن هاني ان هنا في جنوب افريقيا احنا في فصل الصيف، يعني ده فصل الصيف بالنسبه لجنوب افريقيا، لكن تقدر تقول انت ممكن تشوف الاربع فصول بتوع السنه في يوم واحد. بالامس كان استقبال النادي الاهلي بالامطار، الامطار كانت بتهطل بغزاره هنا في جنوب افريقيا على مدار اليوم. النهارده درجات الحراره ما بين ارتفاع لدرجات الحراره تصل ل 24 ثم 17، لكن تقدر تقول ان الجو مناسب، يعني نتمنى ان شاء الله ان الجو يستمر على هذه درجات الحراره يعني ان شاء الله ليوم المباراه. يعني خلال فترة دقائق قليلة يتم إجراء المسحة الطبية لعبة النادي الأهلي. بالنسبة للبرنامج الخاص بالنادي الأهلي غدا إن شاء الله هيكون طبعا في وجبة الغداء للاعبين هتكون في تمام الساعة 11:30 صباحا، ثم في طبعا اللي هيكون محاضرة مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين، وهيكون المؤتمر الصحفي لمستر بيتسو موسيماني والمؤتمر الصحفي للمدير الفني الفريق صن داونز مانكوبا هيكون في تمام الساعة 2:00 ظهرا، ثم المباراة أو التدريب الرئيسي للنادي الاهلي على ملعب سوكر سيتي هيكون في تمام الساعه 3:00 عصرا بتوقيت القاهره اللي هو نفس توقيت جنوب افريقيا يا كابتن هاني. فاروق بنشكرك شكرا جزيلا على كل اللي قلته وكل المعلومات، وتحياتنا ليك ولفرقتنا وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي ويعمل مباراه ان شاء الله تليق باسم النادي الاهلي ويكون الفوز حليفه باذن الله. حضراتكم كنتوا معانا يوم الاثنين وكان في مسابقه، وكانت المسابقه توقعاتك لمن سيفوز في مباراة ريال مدريد ومن الذي سيصعد لدور الثمانية. النهاردة إن شاء الله هنقول للفائز من خلال طبعا النهاردة فقراتنا في المحترف. كان طبعا كان في تفاعل كبير جدا جدا من في السوشيال ميديا على هذه، وطبعا كانت طبعا الجائزة اللي هنشوف مع حضراتكم النهاردة يمكن في خلال فقراتنا كانت طبعا تيشيرت النادي الاهلي موقع من نجوم احد نجوم النادي الاهلي. هيكون الفايز معانا في المحترف النهارده في خلال ان شاء الله فقراتنا. هنطلع فاصل سريع وبعد الفاصل هنستقبل الناقد الرياضي ايهاب الجنيدي عشان نتكلم معاه في كل الملفات، انتظرونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، طبعا شكر واصل طبعا لفريق الاعداد كله على يعني عيد الميلاد والتحيه، والواحد دايما فخور انه بينتمي لكيان النادي الاهلي. كل اللي شغالين هنا صدقوني مش عشان موجود هنا
كل اللي شغالين هنا بنتعامل يعني كلنا عيلة واحدة، زي ما تعلمنا كده بجدران النادي الأهلي كمان قناة النادي الأهلي بكل ما فيها من أصغر واحد لأكبر واحد، كلنا إخوات وكلنا بنحب الكيان اللي احنا بننتمي ليه نادي الأهلي، وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا نوصل لحضراتكم أفضل صورة وأفضل مضمون. فطبعا أنا سعيد كمان بوجودي، يعني كنت سعيد وأنا موجود في جدران النادي الأهلي كلاعب ومع منتخب مصر، لكن كمان المجموعة اللي شغالة أو شغالين مع بعض كلهم إخوات وبشكرهم شكرا جزيلا. ومن هنا بشكر كمان ضيفنا النهاردة الموجود الناقد الرياضي إيهاب الجنيدي عشان نتكلم معاه في كل الملفات خصوص النادي الأهلي وكمان دوري الأبطال. مساء الخير عليك يا إيهاب. مساء الخير عليك يا كابتن هاني، وكل سنة وحضرتك طيب، وتحياتي لحضرتك ولكل جماهير النادي الأهلي. وأنت طيب. وده أقل شيء لكابتن هاني رمزي. كابتن هاني رمزي تاريخ في الكرة المصرية، أحد أعظم المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، يعني أقل شيء يتقال لكابتن هاني رمزي. ربنا يخليك يا إيهاب، ميرسي. دايما النادي الأهلي دايما يعني بيخرج أبطال وبيخرج يعني نماذج بتشرف مصر في جميع المجالات. ومن هنا عايز أخد للنادي الأهلي ومشواره في الحداشر، كلنا بالنادي بالحداشر يا أهلي. عايز نتكلم معاك على أكيد مباراة سان داونز، مباراة مهمة جدا، لكن عايز أعرف رؤيتك لمشوار النادي الأهلي لغاية دلوقتي في البطولة الأفريقية. بسم الله الرحمن. النادي الاهلي طبعا يسير حتى الان في البطوله بشكل جيد جدا يا كابتن، بغض النظر عن النتائج. يهمني في المقام الاول كمشجع اهلاوي وقبل وكناقد رياضي ان انا ببص بشوف الفرقه عملت ايه في الماتشات اللي لعبتها دي كان شكلها ايه. يعني ماتش الهلال حتى اللي لعبناه، ماتش سان داونز اللي خسرنا فيه هدف هنا، الفريق النادي الاهلي كان ناس قلقانه بعد النتيجه، مش بعد الاداء يعني طبعا. بعد النتيجه، ولكن عايز اقول لك ان القلق ده كله اتبخر لدى جماهير النادي الاهلي بعد الثلاثيه المدويه في فريق بيراميدز. الماتش الكبير جدا اللي قدمه النادي الاهلي والفوز بالثلاثيه خلى الناس تطمن، والفرقه مسافره جنوب افريقيا، خلى الناس تقول ان شاء الله النادي الاهلي بعد بكره يوم السبت في جنوب افريقيا هيعمل مباراه كبيره. وباذن الله انا احساسي ان النادي الاهلي مش هيخسر في جنوب افريقيا، النادي الاهلي هيرجع بنتيجه ايجابيه من جنوب افريقيا. الفرقه الحماس مسيطر على كل لعيبه يا كابتن هاني، في ثقه في امكانياتهم، في ثقه كمان لما بيشوفوا الماتش الاولاني مع سان داونز هنا. احنا كنا الطرف الافضل، سيطرنا على المباراه بالكامل، سيطره واستحواذ وهجمات، ولكن كان في باد لك زي ما بنقول دايما في الكوره، مش يومك. زي فريق بايرن ميونخ احنا شفناه، الناس انتقادات طق طق على ناجل زمان بعد التعادل 1-1 مع سالزبورج، فجاه في ماتش العوده 7 يكسب نتيجه تاريخيه في دور ال 16 في دوري ابطال اوروبا بيكسب 7. يعني الفرق الكبيره دايما ما تبصش دايما حساب بالقطعه، ده مش موجود عند الفرق الكبيره. في يوم محرك كنت لعيبه عارف ده مش يومك. صحيح. الفرقه كان في باد لك معاها، الفرقه عملت كل حاجه في الكوره وما وصلناش للشبكه. صحيح. هنتكلم اكيد على مباراه مهمه جدا، مباراه النادي الاهلي يوم السبت مع سان داونز. خلينا الاول نروح لزميلنا فاروق صلاح مع سفيرنا احمد الفضلي. طبعا ده سفير مصر في جنوب افريقيا، اللي من هنا بنوجه له كمان الشكر، لان زي ما بقول لحضراتكم واحنا وانا كنت لاعب بنشوف السفارات ونشوف على راسهم كمان سفير بلدنا في اي دوله بيقوم بمجهود كبير جدا لي يعني راحه البعثه بشكل كبير جدا. نشوف فاروق صلاح مع سفيرنا في جنوب افريقيا. كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من جوهانسبرج، اخر استعدادات فريق النادي الاهلي لمواجهه فريق سان داونز في مباراه دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. مجهود كبير جدا بتقوم به السفاره المصريه هنا بجنوب افريقيا. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء معالي السفير احمد الفضلي سفير جمهوريه مصر العربيه لدى جنوب افريقيا. معالي السفير برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. دور كبير كلنا لمسينه لافراد السفاره المصريه ممثله في معالي السفير احمد الفضلي، بنشكرك من خلال قناه النادي الاهلي على المجهود اللي يعني اللي شايفينه مع الفريق النادي الاهلي منذ لحظات الوصول وحتى التنسيق قبل وصول النادي الاهلي. اطلاقا اولا يعني بنرحب بحضراتكم ويعني برضو بالساده المشاهدين ومشجعي النادي الاهلي وجمهور الكره المصريه كلهم. نسعد طبعا بوجود النادي الاهلي معانا، دي زي ما بنقول ده رابع ماتش للاهلي مع سان داونز في فتره اقل من 10 شهور، منهم مرتين كانوا هنا المره دي، والمره اللي قبلها كانت في شهر مايو العام الماضي. والنادي طبعا قيمه وقامه كبيره، وكان بطل البطوله اللي فاتت كانت المره العاشره، وبنتمنى له التوفيق طبعا المره دي. استعدادات زي ما حضرتك تفضلت،
بدأت من أول كعادتكم معانا وكعهدنا وكعهدكم بينا، بدأت أول ما تم الإعلان عن القرعة من كذا شهر، وعلمنا أنه هيبقى برضو يلتقي الأهلي مع سان داونز. لعبوا زي ما حضرتك عارف يمكن 11 مرة قبل كده، فإحنا على طول بادرنا بالاتصال بالنادي الأهلي كعادتنا فيه بالنسبة للزيارات بتاعت الفرق الرياضية بصفة عامة، للحرصا على أنه يبقى فيه الأمور سلسة عند الوصول وكده، سواء من أول حجوزات الفنادق والوصول والانتقالات والإقامة. وده برضو بالجهد ده بيثمر انه زي ما حضرتك تفضلت وشفته كان في الوصول الامور سلسه في المطار، وده بيساعد على انتظام فتره الاعداد للنادي. معالي السفير، يعني انا عارف احاديث مستمره، احاديث جانبيه ما بين حضرتك والدكتور محمد شوقي رئيس بعثه النادي الاهلي، ايضا الاستاذ طارق انديل، وحضرتك التقيت بالاستاذ طارق انديل اكثر من مره، الكابتن حسام غالي، يعني ابرز الامور اللي بتدار الاحاديث الجانبيه. طبعا يعني كان شيء اساسي بنتكلم فيه انه اللعيبه المره دي عليهم مسؤوليه كبيره تجاه الجمهور، ان هم يسعدوا الجماهير النادي، لانه لم يحالفهم الحظ، لم يوفقوا في الماتش اللي كان الذهاب في القاهره مع سان داونز، وهنا ما بيلعبوش على ارضهم، وهنشوف لسه اذا كان هيبقى برضو في جمهور ولا لا. فكل دي عوامل ضاغطه على الفريق، زائد الفترات اللي هي العدد المباريات الايه الكتيره اللي انا فاهمه دلوقتي، يمكن خلال شهر واحد هيبقى في حوالي 13 مباراه للفريق، ما بين مباريات دوري وما بين مباريات دوليه وكده، فطبعا ده ضغط واجهاد عليهم. احنا يدوبك كان لسه الفريق حضراتكم عارفين انه كان لسه لاعب مع فريق بيراميدز يدوبك اول امبارح، ويعني طبعا نتيجة المباراة واضح رفعت معنويات الفريق كثيرا، والراحة اللي هم اخذوها امبارح باينة في المستوى الاستعداد اللي احنا شايفينه النهاردة، ونأمل ان هو يثمر ويؤدي النتيجة بتاعته. يعني معالي السفير احمد الفضلي، واضح ان هو متابع كل كبيرة وصغيرة على النادي الاهلي، كل مباراة النادي الاهلي يعني على قد ما بنقدر وبتسمح به ظروف العمل طبعا، لانه بالذات برضو مع لما بيكون في فرق اجنبية بيلعبها، لانه في النهاية يهمنا انه احنا بيلعبوا معه باسم مصر برضو. والشيء الطيب دايما بنحاول نأكد، يمكن برضو من خلال حضرتك للسادة المشاهدين، ايا كانت نتيجة المباريات دي احنا بيهمنا انه دور هذه المباريات في التقريب بين الشعوب، لانه الرياضة والرياضيين نفسهم دول احنا بنمكن لهم احترام كبير ولهم دور كبير في القصة دي. احنا شفنا عندنا مثلا المدرب بيتسو موسيماني، النادي الأهلي لما كان بيلعب في المنتخب المصري، مش بس النادي الأهلي، المنتخب المصري لما كان بيلعب في البطولة الأفريقية، لمجرد انه مدرب النادي الأهلي كان جنوب أفريقي بيتسو موسيماني ويدرب نادي مصري كبير جدا، الجنوب أفارقة كتير منهم كانوا بيشجعوا مصر في هذه المباريات، لأنه مدربهم هو مدرب أحد أكبر النوادي في مصر، اللي جزء من اللعيبة بتوعها بيلعبوا للمنتخب، فده في حد ذاته شيء طيب، يعني صح إن احنا نشجعه ونخليه إنه يستمر دايما. أعتقد معالي السفير نقطة في غاية الأهمية حضرتك أثرتها، اللي هي توطيد وعمق العلاقات اللي ما بين الشعب المصري او الشعب الجنوب افريقي مع وجود مستر بيتسو موسيماني. اصبحت الوسائل الاعلام هنا بتتابع اخبار بين مستر بيتسو موسيماني، حتى الامر الاخير بتجديد عقد مستر بيتسو موسيماني، كل وسائل الاعلام طلعت اتكلمت على هذا الامر. تجديد لبيتسو موسيماني هو تجديد في الثقه في ادائه في النتائج بتاعته اللي هو احرزها مع النادي، وهنا الجنوب أفارقة فخورين بأنه في مثل هذا المدرب موجود لهم، بيدرب نادي من أهم النوادي في القارة الأفريقية وبيؤدي هذا الأداء معه، ولذلك حتى عند الوصول في المطار يمكن البعض يكون لاحظ أنه كان في ناس من الجمهور مستقبلين
بيتسو موسيماني بلافتات كبيره بترحب بيه وبتعتبر ان هو النسر بتاعهم يعني. علي السفير خلاص يعني تفصلنا خلاص يعني ام قليله على المباراه اخر التنسيق والترتيبات اللي تمت للقاء، اعتقد نقطه مهمه جدا اقامه المباراه هنا في جوهانسبرج افضل بكتير جدا من ملعب لوكاس موريبي، ملعب السوكر سيت واحد من الملاعب المميزه واستضاف نهائي كاس العالم. صحيح الملعب استضاف كان النهائي بتاع كاس العالم، احنا المسائل الفنيه دي يمكن ظروف تساعد ان هو كان يبقى في الملعب ده، لكن انا اعتقد بالنسبه للفريق هيبقى الاهم هو ايا كان الملعب في النهايه هو ما بيلعبش على ملعبه، فاحنا دايما عارفين في مسؤوليه كبيره عليه، والاجراءات التنسيقيه طبعا بتحكمها جوانب فنيه كتير احنا ما بنتدخلش فيها كسفاره، لكن ان شاء الله اخراج المباراه يكون بصوره طيبه اللي تليق بناديين كبار زي النادي الاهلي وزي نادي سان داونز. نشكر عليك يا معالي السفير ونشكر حضرتك على المجهود الكبير، ان شاء الله لو هتوجه رساله اخيره لقيادة النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ اقول لهم شدوا حيلكم المره دي، انتوا في بدايه المشوار، المره اللي فاتت كنتوا في دور الثمانيه وبرضو انتوا بتلعبوا فريق كبير كسبكم قبل كده زي ما انتوا كسبتوه قبل كده، وكسب البطوله قبل كده زي ما انتوا كسبتوها برضو قبل كده، فدي كانها مباراه قمه نهائي مبكر، عليكم مسؤوليه كبيره ان انتوا تحافظوا على اللقب وتحافظوا على الانجازات بتاعتكم، واثقين ان شاء الله ان انتوا هتؤديوا اللي عليكم والباقي على ربنا ان شاء الله. شكرا معالي السفير. شكرا شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع معالي السفير احمد الفضلي سفير جمهوريه مصر العربيه لدى جنوب افريقيا، مجهود كبير جدا زي ما قلت لحضراتكم بتقوم به السفاره المصريه لبعثه فريق النادي الاهلي هنا استعدادا طبعا لمباراه الاهلي امام فريق صن داونز. كل التوفيق طبعا لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء، ان شاء الله يحقق 3 نقاط غاليه ان شاء الله تكون محطه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي نحو البطوله 11 باذن الله. ده كان طبعا لقاء سافرنا في جنوب افريقيا احمد الفضلي، وقد ايه شايف النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي. بنشكر طبعا زميلنا كمان فاروق صلاح على هذه المقابله، وهاخد من كلام سياده السفير واروح بيه لايهاب. سياده السفير اتكلم على نقطه مهمه جدا، الضغوط المباريات خلال الفتره اللي فاتت وخلال الفتره اللي جايه، الاهلي تقريبا بيلعب كل 72 ساعه مباراه، حتى على المستوى المحلي على المستوى الافريقي بيكون في سفر. شايف المعادلة دي ازاي، وبيتسو موسيماني يتعامل مع الجزئية دي ازاي من خلال كمان مباراة مهمة جدا يوم السبت اللي جاي؟ طبعا معادلة صعبة يا كابتن هاني، وبتتسبب في خسارة الأهلي للعديد من نجومه زي ما بنشوف دايما باستمرار خلال البطولات، يعني حتى الآن في 3 لعيبة في الأهلي مش عارفين مصيرهم ايه من المباراة، حسين الشحات ومحمد هاني وحمدي فتحي، يتم تجهيزهم حاليا ولكن تعرضوا لإصابات نتيجة الضغط ده في الفترة اللي فاتت النادي الأهلي، بس هي دي قدره وكعادة النادي الأهلي إنه بطل، فدايما بطل عنده بيخرج من بطولة لبطولة. النادي الأهلي غير كل الأندية المصرية زي ما شفنا كان في كأس العالم للأندية وقبليها في منافسات هنا، خلص كأس العالم للأندية ودوري أبطال أفريقيا، رجع الدوري من الدوري لدوري أبطال أفريقيا. ده النادي الأهلي، وهي عادة النادي الأهلي، عنده مباريات، عنده ضغط في المباريات كل موسم تقريبا. يا كابتن بنقعد هنا نتكلم الكلام ده وكل سنة بنتكلم فيه إن النادي الأهلي، وكابتن سعد عبد الحفيظ يشتكي ضغط المباريات، بس خلاص بقت مالهاش حل. هو النادي الأهلي عنده مباريات كتيرة، فريق بطل، فريق بيلعب في اكتر من بطوله ما بين محلي وقاري ودوري حتى، فهي دي العاده. وبقى موسيماني خلاص، مستر موسيماني دلوقتي قدر يتعامل مع النقطه دي وقدر يكون، نقدر نقول ان النادي الاهلي عنده حاليا فريقين متميزين جدا زي ما شفنا ماتش مونتيري المكسيكي، كان عناصر كتير جدا غايبه متواجده مع منتخب مصر الاول في مهمه وطنيه طبعا في كاس الامم الافريقيه، ولكن النادي الاهلي كان علي لطفي حارس مرمى ساعتها، كان في عناصر كتير بديله والنادي الاهلي قدر يكسب وقدر يقدم بطولة قوية جدا ويحرز الميدالية الثالثة في تاريخه والبرونزية الثالثة في كأس العالم للأندية، فالنادي الأهلي اعتاد على الأمر ده وقدر يتعامل معاه، مستر موسيماني يتعامل معاه بذكاء الحقيقة، وقدر إنه يوفر حاليا أكثر من بديل في كل مكان. يعني كان عندنا أكرم توفيق اتصاب، محمد هاني موجود، كريم فؤاد موجود، خط الدفاع عندنا حاليا الحمد لله وفر من اللاعبين رامي ربيعة وياسر إبراهيم. طب أنا هاخد من كلامك يا أبو، عندنا خط دفاع متوازن إلى حد كبير جدا جدا، لكن خلينا أتكلم على المباراة، مباراة يوم السبت أكيد مباراة مهمة جدا على المستوى النتيجة.
تمام. احنا كلنا كجماهير النادي الاهلي اكيد زعلنا من الهزيمه 1-0 في القاهره، ولكن الاداء كان اداء جيد جدا. عمليه المعادله الصعبه انك تعمل اداء جيد جدا وانك تفوز، انك عايز تكسب وفي نفس الوقت ما يخشش فيه جول، فدي معادله ازاي موسيماني يشتغل عليها في مباراه يوم السبت. مستر موسيماني لازم يبدا المباراه، طبعا هو اكيد هيقسم المباراه، هو اكثر مننا فنيا قادر انه يتعامل مع المباراه، هيقسم المباراه اكيد على فترات، اكيد هيبقى في ضغط لاصحاب الارض فريق صن داونز في بدايه المباراه، عايزين يخطفوا هدف ويتقدموا، ولكن النادي الاهلي هيقدر يتعامل مع الكلام ده اكيد. النادي الاهلي خبرات لاعبين كبيره، خبرات لاعبين الافريقيه الكبيره، احنا دايما اعتدنا ان النادي الاهلي بيرجع من افريقيا بفوز، بيرجع من افريقيا بتعادل، يعني مش شيء جديد على النادي الاهلي. النادي الاهلي مش الفرق اللي بتلعب بره يقول انا اطلع بره اخسر هدف او اطلع بره اخسر او ايا كانت النتيجه، لا، النادي الاهلي بيلعب بره وجوه واحد عنده، لان هو فريق بطل وبيبحث عن صداره المجموعه، رغم بغض النظر عن اي شيء النادي الاهلي دايما بيلعب على صداره المجموعه. فالنادي الاهلي مستر موسيماني اكيد هيقسم المباراه زي ما بقول لحضرتك، هيبقى في بدايه المباراه هيتعود. طب التقسيم خلينا نتكلم في تقسيم جزئين، تقسيم على النواحي التكتيكيه انه ممكن جدا يبدا بشكل معين او خطه معينه، وكمان على الجزء ما ننساش كمان ان الجهد البدني كبير جدا، مباراه بيراميدز خدت كمان جهد بدني كبير، جهد ذهني كبير جدا، بعديها في نفس اليوم تقريبا كان سفر النادي الاهلي لرحله طويله جدا لجنوب افريقيا. برضو عمليه تقسيم الجهد بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي على مستوى التكتيك وعلى مستوى الافراد، انت برضو شايفه ازاي؟ كابتن هاني كان في لعيبه زي ما شفنا ماتش بيراميدز، لعيبه مهمه جدا، ولكن كان نجم زي عمرو السلامه موجود على مقاعد البدلاء في مباراه بيراميدز قدر ينزل. للاسف هنقول الجدول، مش هنقول للاسف، هي تقسيمه الجدول وضعتنا في ماتشين كبار قدام ورا بعض، فريق بيراميدز الفريق المنافس الرئيسي لينا على لقب الدوري، اقرب فريق للدوري، كان متصدر قبل المباراه بفارق نقطه عن النادي الاهلي، النادي الاهلي قدر يكسب وقدر يرد بقوه الحقيقه على المباراه دي. يعني المباراه دي يعني محتاجه كلام كتير، بس مش وقتها ان مباراه بيراميدز، لان البعض كان بيردد كلام كتير ملوش اي لازمه، النادي الاهلي مش عايز يلعب كاس مصر، النادي الاهلي مش عايز يقابل مش عارف مين، النادي الاهلي ما بيبصش لاي منافس، النادي الاهلي بيلعب قدام اي منافس، حضرتك كنت بتلعب وعارف الكلام ده، هدفنا الفوز، هو الناشئ واللاعب في النادي الاهلي اتربى على الفوز، فكل ده كان كلام فاضي، والنادي الاهلي رد بقوه. هو ده الرد اللي دايما ردنا في الملعب، دايما رد النادي الاهلي في الملعب ايا كان قبل المباراه ايه. كمان على مستوى الاداري لازم نشيد بكابتن سعيد عبد الحفيظ اللي بيفصل بشكل سريع جدا ويفصل لعيبته عن كل المهاترات على السوشيال ميديا، وبنخش بتركيز عالي جدا، وده كان مهم في اعتقادي واعتقاد ناس كتير، كانت مباراه مهمه جدا جدا، مش في مشوار النادي الاهلي في الدوري بس، لكن كمان مشوار النادي في البطوله الافريقيه. بالظبط يا كابتن، وده للاسف خطا وقع فيه برضه المدير الفني او للمنافس الفريق بيراميدز، لعب على النادي الاهلي ما قدرش تماما قيمه الفريق اللي قدامه، لعب هاي بريشر من قدام على طول على الفرقه، وده وقعه في اخطاء كتير جدا، قدر النادي الاهلي يسيطر وقدر يسجل 3 اهداف في جمال. وانا اعتقد باذن الله برضو ان قدام فريق صن داونز يوم السبت لو لعب بنفس الطريقه وعمل ضغط عالي او ضغط متقدم على النادي الاهلي، دفاع النادي الاهلي بيملك من الخبرات بوجود علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم اللي كان افضل مدافع في بطوله افريقيا، وجنبهم ايا كان العنصر اللي هيختاره ياسر ابراهيم او رامي ربيعه، كلهم على نفس القدر ونفس المستوى، النادي الاهلي يقدر يمتص الضغط بتاع بطل جنوب افريقيا، يقدر يمتص الحماس الجماهيري اللي متوقع يكون موجود والضغط الكبير اللي هيكونوا موجودين فيه، ويقدر انه يوصل من خلال الهجمه المرتده اللي بيجدها لاعبيه والهجمه المرتده السريعه، يقدر انه يسجل باذن الله. ده اتكلمت على مستوى الخط الدفاع وكلنا مطمئنين بوجود عناصر مهمه جدا جدا والبدائل كمان موجوده، لكن عايز اكلمك على محمد شريف، قد ايه محمد شريف كمان كان في بعض الانتقادات في الفتره اللي فاتت، لكن تحس ان شريف كده عنده اصرار وعنده عزيمه يقول ان انا موجود من خلال تسجيله الاهداف، من خلال تحركاته، من خلال الضغط على الخصم. فعايز كمان اكلم محمد شريف والاداء الرائع اللي بيأديه مع النادي الاهلي، كمان المباراه اللي فاتت اعتقد هتدي له دفعه معنويه كبيره جدا جدا والثقه، ودي جزء مهم جدا في خاصه المهاجمين، عمليه الثقه دي، كمان الثقه رجعت لمحمد شريف من خلال مباراه بيراميدز. بالظبط يا كابتن هاني اللي حضرتك بتقوله، محمد شريف كان عدى زي ما قلنا في الفتره اللي فاتت، عدى بمرحله ما كانتش كويسه معاه يعني، وكان في سوء توفيق وعدم توفيق قدام المرمى. الكام ماتش اللي فاتوا مع النادي الاهلي محمد شريف بيؤكد انه مهاجم من طينه المهاجمين الكبار، مهاجم متميز جدا، مهاجم بيجيب اهداف زي ما شفنا الهدف الثالث يا كابتن في بيراميدز، هدف صعب جدا، هدف صعب جدا، مش اي فيرود يجيبه انه يلف الكوره بالشكل ده وكره بعيده عنه ويحطها في المرمى وسط وجود المدافع ووجود حارس بيراميدز ويحط الكره بالشكل الجميل ده، لا ده اصرار، وده مهاجم فاهم، وده مهاجم متمركز صح ومتوقع الخطا
المشترك بين حارس المرمى والمدافع عشان يحط الكره بالشكل الجميل ده. اصراره كمان بعد الكره ما بتروح وان هو يخش وسط اثنين مدافعين ويحط الكره برجليه الشمال صعب جدا، لكن هو بيديني احساس بانه عنده الاصرار والعزيمه انه بعد زي ما احنا شايفين متوقع اولا خطا اللي حصل ما بين السير باك وحارس المرمى، وبعد الكره ما بعدت كمان هو داخل وسط زحمه واخد داخل وسط اثنين، وده اللي بتكلم عليه الاصرار. يعني ممكن جدا واحد لو اتاخر خطوتين خلاص المدافع هيشيلها بشكل سهل، لكن هو محمد شريف تقريبا وسط ثلاث مدافعين اربع مدافعين توقع للخطا ورايح بسرعه وداخل وسط اثنين وبيحط الكوره بشكل جميل بشكل اكتر من رائع. صعبه يا جماعه، يعني صعبه انك تحط رجلك الشمال في زاويه ضيقه جدا جدا تقريبا تكون مقفوله مع اثنين مدافعين داخلين باندفاع، يعني في اندفاع للاثنين مدافعين وتخش في وسط ده. خلينا نتكلم، هي دي الروح المطلوبه دايما من محمد شريف ومن كل لعيبه النادي الاهلي متواجده الروح ديت، لكن خاصه محمد شريف والجزء والخط الامامي. فزي ما بقول لك مكاسب كبيره جدا مباراه بيراميدز على مستوى الدوري على مستوى المنافس المباشر الرئيسي ليك على المباشر الرئيسي على مستوى الثقه بالنسبه للاعبين على مستوى النتيجه على مستوى محمد شريف نفسه. بالظبط يا كابتن هاني، وانا اعتقد المباراه دي هتكون دافع قوي ودافع كبير لمحمد شريف، وهي رساله برضو للجهاز الفني لمنتخب مصر الحقيقه في ظل التجهيز لمباراه فاصله وحاسمه في تاريخ الكره المصريه مع منتخب السنغال، ان محمد شريف بيقول انا موجود وان انا الافضل، وهذه حقيقه ان هو الافضل، مش عشان احنا في قناه النادي الاهلي او هنا موجودين بنتكلم عن لاعب في النادي الاهلي نقول لا، من خلال مهاجمين الدوري من خلال اللي شفناه حاليا بغض النظر عن المحترفين، مش هندخل في النقطه دي، هو الراجل ليه وجهه نظره يختار من المحترفين، ولكن على الصعيد المحلي على صعيد انديه الدوري المصري حاليا وكل المهاجمين اللي بيلعبوا في مصر لا يوجد مهاجم يقترب من محمد شريف، مش هقول زيه، يقترب منه اساسا في المستوى اللي بيقدمه محمد شريف، في الاصرار، في الجهد الكبير اللي عنده، وزي ما قلنا حتى كابتن موسيماني بعد المباراتين الاخرين بيشيد بالراجل، ماتش بيراميدز والماتش اللي قبليه فاركو الاربعه بيشيد بالراجل، الراجل الجهد الكبير اللي بيبذله، قال محمد شريف رائع الحقيقه كل اللي بيعمله ده، يعني حاطط بيحط بيدي رساله قويه جدا لمستر كيروش ان انا موجود ان انا لازم عينك تبقى عليا، وده مكسب لينا ومكسب لمنتخب مصر يكون عندنا اكتر من مهاجم بشكل اكتر من رائع. بنتكلم عن محمد شريف مهاجم رائع النهارده، نتمنى التوفيق لمصطفى محمد امام برشلونه، كمان هيكون مكسب على مستوى الخبرات. ايهاب، بنتكلم دايما النادي الاهلي بيسعى للصداره، تمام. ودايما النادي الاهلي ما بيحبش غير رقم واحد. نشوف مع حضراتكم ترتيب مجموعه النادي الاهلي، وخاصه ان في مباراه ديربي بكره ما بين المريخ السوداني والهلال السوداني، ولكن دايما بنقول دايما بنحب الصداره ودايما بنجري امام رقم واحد، لكن دايما بتيجي ان احنا الصعود كمان هو الاهم. ده طبعا ترتيب المجموعه، سان داون 7 نقاط، الاهلي 4، المريخ 4، الهلال السوداني 1. بكره مباراه طبعا ما بين الهلال السوداني والمريخ، وطبعا يوم السبت سان داونز والنادي الاهلي. اعتقادي يا كابتن ان المريخ هيقرر فوزه على الهلال، اللي شفناه من فرقه المريخ فرقه قويه جدا، فرقه منظمه، فرقه لديها مدير فني متميز لي كلارك الانجليزي، مدير فني الحقيقه لديه رؤيه، مدير فني عمل مباراه كبيره جدا قدام النادي الاهلي، مش سهل ابدا يا كابتن ان انت تلعب قدام النادي الاهلي باللي احنا شفناه هنا. صحيح. انك بتلعب في مصر وتلعب قدام النادي الاهلي وتقدم المباراه الكبيره دي وتقدم الاداء ده وتسجل هدفين في النادي الاهلي، لا مش اي فريق بيعملها، مش اي فريق في افريقيا حتى فرق شمال افريقيا القويه اللي بتلعبنا وبتعاني معانا، لا مش سهل انك تعمل الكلام ده. فده بيقول ان فريقه المريخ بغض النظر عن النادي الاهلي فيه اخطاء وقع فيها المدافعين دخل هدفين، لا فرقه المريخ فرقه كوره، السنه دي فرقه مختلفه جدا. احنا بنبص طبعا انت بتتكلم صح، لكن احنا كمان بنبص لنفسنا دايما، النادي الاهلي بيبص لنفسه، ان شاء الله الفوز باذن الله هيدينا اولويه كبيره جدا لصداره هذه المجموعه. عايزين نروح لفاصل، لكن بعد الفاصل احنا النهارده ان شاء الله عندنا مفاجآت كتيره جدا في حلقتنا النهارده، عندنا ان شاء الله الفائز في طبعا مسابقه، كنا عاملين مسابقه كده مين يتوقع فوز ريال مدريد او باريس سان جيرمان للصعود لدور الثمانيه في دوري الابطال، كمان عندنا النهارده رئيس نادي عالمي او سابقا، طبعا بتكلم على رئيس نادي الريال النادي الملك ريال مدريد، طبعا هيكون معانا عبر سكايب، لكن كل ده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. اكيد امبارح العالم كله محبي كره القدم كانوا بيتابعوا دوري ابطال اوروبا، وخاصه مباراه من العيار الثقيل، مباراه
ما بين قوسين كده مباراة تاريخية، مباراة نهائي وليس في دور ال 16 ما بين باريس سان جيرمان او ريال مدريد وباريس سان جيرمان. كانت مباراة قوية جدا، وخاصة كان فوز باريس سان جيرمان 1-0 في مباراة الذهاب، ولكن مباراة عظيمة بالنسبة للريال. ريال مدريد بيثبت انه صاحب تاريخ كبير جدا جدا، وان يعني الاصرار والعزيمه والتاريخ الكبير بيتفوقوا بشكل اكثر من رائع على الاسماء العظيمه في كره القدم. بنتكلم على ميسي، بنتكلم على امبابي، وبنتكلم على نيمار و و و، ولكن يبقى التاريخ ويبقى الاصرار والعزيمه هي شعار الملكي في هذه البطوله. ناس كتير جدا كانت متوقعه العكس، وده اللي هنشوفه حتى من خلال حلقتنا النهارده. كان المسابقه بتاعتنا من يتوقع الوصول لدور الثمانيه باريس ولا الريال، هنشوف مع حضراتكم. لكن كمان يشرفنا يكون موجود معانا على شاشه قناه النادي الاهلي الرئيس التاريخي لريال مدريد عبر سكايب، طبعا رامون كالديرون هيكون متواجد معانا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. مساء الخير طبعا رئيس طبعا تاريخي للريال مستر كالديرون، بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. على الجميع، انا سعيد بتواجدي على قناه النادي الاهلي. اعلم ان الاهلي هو ملك افريقيا وكبير القوم في افريقيا، ولهذا فخر لي الظهور على شاشته. وزي ما انت بتقول الاهلي ملك افريقيا، كمان بنتكلم على ملك اوروبا طبعا نادي ريال مدريد العظيم. عايز اسالك، امبارح وانت بتتفرج على المباراه بتنظر لهذا النصر الكبير بنظره رئيس النادي السابق ام بنظره من محبي ومشجعي ريال مدريد حول العالم؟ مباراة الأمس أمام باريس سان جيرمان لعبت في جزئين مختلفين جدا. المباراة الأولى سيطر باريس سان جيرمان بشكل واضح في البارك دو فرانس. شاهدت المباراة كمحب وعاشق لريال مدريد قبل أن أكون رئيس، ولكن في المباراة الثانية ظهر ريال مدريد في المناسبات العظيمة. ظهر الريال بعزم وتسليم لا حدود له. الريال هو العظيم في أوروبا، وهذه المباريات من خلالها تعلم قيمة الفريق الكبير، أنه فريق لا يتخلى أبدا. انظر هذه ذات الأذنين، من الصعب الحصول عليها، ولهذا ريال مدريد فريق عظيم، وإذا لعب الفريق لهذه المباراة القادمة سيكون مرشحا للفوز باللقب لتحقيق ذلك. كما شاهدت ذات الأذنين، من الصعب على أي شخص الفوز بها، ولهذا الريال عظيم. أكيد زي ما أنت بتتكلم، يعني امبارح مباراة بتشير لوجود يمكن يعني عزيمة كبيرة لريال مدريد. لكن خلينا، هل مباراة امبارح خلاص بتفتح الطريق ل وجود ريال مدريد لأبعد نقطة، رغم وجود فرق كبيرة جدا؟ بنتكلم على ليفربول، بنتكلم على السيتي، بنتكلم كمان على تشيلسي. هل المباراة امبارح هي النقطة الفاصلة لفعلا تحديد أو وجود ريال مدريد أو الفوز ريال مدريد بهذه البطولة؟ دعني أتحدث بكامل خبرتي. لقد كنت في ريال مدريد لحقبة أكثر من 3 سنوات، شاهدت أشياء كثيرة، وشاهدت وقمت بجلب العديد من اللاعبين من أجل الفوز بالبطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن للأسف لم أنجح في ذلك. ومن خلال قناة الأهلي قمت بالتعاقد مع فان نيستلروي وروبن، ولا أتذكر قمت بالتعاقد مع 18 لاعب، وكنت قريب من التعاقد مع كريستيانو رونالدو من أجل ذلك. لكن للأسف كانت لدينا أزمة اقتصادية، ولهذا لم أقم بالتعاقد مع ريال مدريد. لكن أنا أريد من خلال قناة الأهلي أن أحيي الرئيس الحالي لنادي ريال مدريد، لأنه فاز بخمسة أبطال أوروبا، وهذا أمور صعبة يصعب على أي نادي تحقيق عدد هذه البطولات. أنتم تعلمون قيمة ذلك، لأن الأهلي فريق كبير وفاز أيضا بالعديد من البطولات القارية، ولكن أنا أتوقع أن إذا كان ريال مدريد في المستوى هذا في كل المباريات القادمة سيفوز باللقب. أكيد طبعا. كمان وجودك في ريال مدريد من خلال 3 سنوات من 2006 ل 2009 والفوز بـ3 بطولات على المستوى المحلي، ده شيء
كمان اكتر من رائع، لكن خلينا نقول تجربه او لنخرج بيه من مباراه امس، رغم طبعا وجود نجوم العالم على مستوى العالم باسعار مرتفعه. بتكلم على باريس سان جيرمان، والى حد لحد دلوقتي غير قادر حتى للفوز ببطوله كاس امم او كاس ابطال اوروبا. عايزين نعرف رايك في المعادله ديت، هل تجميع النجوم بشكل كبير جدا يكون اساس للفوز بالبطوله، او الروح اللي شفناها والتاريخ اللي شفناه بالنسبه لريال مدريد، رغم طبعا بعد خروج رونالدو، بعد خروج فاران، بعد خروج راموس، وما زال ريال مدريد هو الفريق الاكثر طبعا تتويجا بهذه البطوله وصاحب الشخصيه الكبيره والمرشح دلوقتي من المرشحين الاقوياء للفوز بهذه البطوله. الريال مدريد هو فريق عظيم ومختلف عن جميع الفرق في أوروبا. يذهب من يذهب ويبقى ريال مدريد الأعظم لأنه يفوز دائما فأي لعب موجود، وكل عام ريال مدريد يقاتل ويحارب على كل البطولات من أجل الفوز بها، لأن هذا إجباري لدينا في مدريد. أن تتحدث مع رئيس سابق لريال مدريد ومدى أهمية هذه البطولات للريال، فالروح شيء عظيم بالرغم من وجود العديد من النجوم، لكن هناك وقت يجب أن تعلم أن الروح هي الشيء الأهم، وعزيمة اللاعبين هي من تصنع الفارق وليست الأموال وحدها. لأن عندما كنت أنا في رئاسة ريال مدريد قمت بشراء العديد من اللاعبين ولم أفز بدوري الأبطال. صحيح، يمكن هنيجي لجزئية الأموال، وأكيد الاستثمار في كرة القدم ويغير شكل أو خريطة كرة القدم خاصة في أوروبا. الاستثمار هو شايف موضوع الاستثمار ازاي، وازاي ايه الاستفادة والدروس المستفادة. طبعا هو عارف ان بلغ خسائر الاندية من خلال السنتين اللي فاتوا بسبب فيروس كورونا حوالي 7 مليار دولار، فكيف نستفيد من اكيد من خبراتك نستفيد ازاي من العملية التجارية والادارية في تفادي هذه الخسائر في الفترة اللي فاتت طبعا بسبب فيروس كورونا. كل العالم كانت مشكلة خطيرة للعالم بأسره. مشكلة كورونا فيروس لم تكن كرة القدم غريبة عليها، وليس فقط المشكلة الاقتصادية التي أثرت في كرة القدم، ولكن يجب أن تعلم شيئا هام، أن من الآن يجب أن نستعد من أجل حدوث مشاكل كبيرة كما حدثت في الأيام الماضية بالكورونا فيروس. لكن أنت تحدثت عن شيء هام، وهو أن كرة القدم تعيش في واقع اقتصادي صعب على اللاعبين والمدربين ووكلاء اللاعبين. يجب على وكلاء اللاعبين أن يدركوا أنه من الضروري افتراض أن الوضع الاقتصادي الحالي للعالم شهد تغيرا كبيرا، ويجب أن ينعكس ذلك في عقود اللاعبين، لا فقط اللاعبين، المدربين ووكلائهم، لأننا إن لم نتعاون في ذلك الأمر لن يتمكن أحد من دفع كل هذه الأموال التي تم ضخها في الأعوام الماضية. عندما كنت في عهدي كنت لا أدفع كل هذه الأموال، كنت أتعاقد مع النجوم، ولكن كانت هناك مبادئ في التعاقد. في هناك مشكلة كبيرة الآن، حرب روسيا وأوكرانيا قد تؤثر على العالم كله، وهذه أيضا مشكلة كبيرة يجب أن نأخذ بالنا منها. من خلال الاستثمارات، يمكن كان في بعض الناس بيقول هو كان أو أنت كنت معارض بشدة مشروع الاستثمار في برنابيو، طبعا استاد ريال مدريد، وعلامات استفهام لماذا، يعني لماذا عارضت هذا المشروع أو تطوير برنابيو على المستوى الاستثمار، وكان قد يعود بعائد مادي كبير لنادي ريال مدريد. عندما كنت رئيسا لنادي ريال مدريد وكنت في اليويفا، تم عرض تجديد سانتياغو برنابيو علي، لكن في 2010 سانتياغو برنابيو كان يقام عليه نهائي تشامبيونز ليج، وهذا يعني انه افضل استاد في اوروبا.
أنا لم أعترض على تجديد سانتياغو برنابيو، لكن كانت هناك أشياء يجب أن تتم قبل تجديد سانتياغو برنابيو، لكن الرئيس الحالي قرر ذلك وأريد تحياته من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، لأنه رجل حكيم راهن على المشروع وقد نجح المشروع، وشفنا سانتياغو بالأمس في قمة الروعة وقام ببناء مدينة رياضية كبيرة. أنا لم أعترض، ولكن الجميع أخذ بعد تصريحاتي بتحريف، لكن هناك أشياء مهمة كانت أهم من أن يقوم الرئيس بتجديد سانتياغو برنابيو، لكن إذا ما قام بذلك أنا سعيد، وهذا أمر جيد لنا وللمدريديستا وفخر لينا وفخر لجماهير ريال مدريد ولنادي ريال مدريد، لأن العالم كله يجب أن يعلم أن مدريد الأعظم في أوروبا والعالم، ليس مدريد فقط. أكيد أنت كمان فخور بنادي ريال مدريد، يمكن النادي الأكثر تتويجا بالبطولات القارية، ولكن يليه في هذه البطولات النادي الأهلي. شايف ده إزاي أن النادي الأهلي يبعد يعني بخطوتين للحاق بريال مدريد في أكثر الأندية حصولا على البطولات القارية، وخاصة أنك كنت متواجد في 2006 طبعا ومباراة النادي الأهلي أمام ريال مدريد وفاز بها النادي الأهلي. أتذكر ذلك جيدا، عام 2001 كانت هذه السنة الأولى لي كمدير للنادي، كانت أجواء احتفالية للغاية، مباراة عظيمة. أنا سعيد لأننا لعبنا أمام جماهير واعية وجماهير تعشق كرة القدم. الأهلي فاز علينا بروبرتو كارلوس وراؤول وكاسياس وفيجو وكثير من الكبار اللاعبين، وهذا دليل، دعني أعترف لك بذلك، على عظمة النادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي والفوز. هي كانت مباراة احتفالية وودية باعتبار النادي الأهلي كبير القوم في أفريقيا، وكنا نحتفل بذلك. الأهلي فريق عظيم وأفضل نادي في الوطن العربي وفي أفريقيا، وفريق يعرف كيف يفوز، ويجب على جماهيره أن تفتخر به، لأن الأهلي له صاع كبير. ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالة كان لاعبا كبيرا ورئيس نادي عظيم، وساهم عندما كان لاعبا وعندما كان رئيسا في تتويج الأهلي، ولهذا أستغل وجودي معكم عبر قناة النادي الأهلي لتحية رئيس النادي. ما فيش شك طبعا، وانت يعني رئيس نادي كبير وعالمي وعندك خبرات كبيرة جدا جدا، دايما نجاحات النادي ما بيكونش نجاحات على المستوى الفني بس، لكن كمان على مستوى الإدارة. شايف ازاي كمان هذه المعادلة اللي بيحققها النادي الأهلي ما بين النواحي الفنية من إدارة فنية لفرق الكورة أو فريق الكورة، وكمان الأهم كمان على النواحي الإدارية، التنسيق على النواحي الإدارية ده كمان مهم جدا. شايفوا ازاي دوت اولا في عامه في الكره الاوروبيه من خلال الانديه الاوروبيه، وشايفوا ازاي من خلال النادي الاهلي؟ بكل طبع نجاحات الاهلي دائما ما تتحدث عنه، والنجاح الذي وصل له النادي الاهلي ليس فقط عمل محمود الخطيب، ولكن هو عمل جميع إدارات النادي على مر تاريخ. الأهلي هو نادي القرن الأفريقي منذ القرن العشرين، والخطيب كان لاعب في هذه الفترة، وكان لاعبا أيضا في فترة ما بعد ذلك، وكان مدير للنادي وكان في مجلس الإدارة حتى وصل إلى كرسي الرئاسة. يجب أن أعطي الجميع حقه، الأهلي لديه نظام، وهذا النظام السبب في وصول الأهلي إلى القمة. يقلقك شوية دلوقتي أن النادي الأهلي على بعد خطوتين بس لطبعا معادلة الرقم القياسي الكبير في الحصول على البطولات القارية، خاصة دلوقتي ريال مدريد موجود في بطولة أبطال أوروبا. احنا كمان النادي الأهلي إن شاء الله نكون قريبين ونحصل على الرقم 11 الأفريقية. قلقك شوية الموضوع دوت أن النادي الأهلي ممكن في القريب أو في القريب العاجل يكون هو النادي الأكثر تتويجا في العالم ويليه ريال مدريد؟
أعتقد مع كل الاحترام الواجب لريال مدريد والأهلي، نتحدث عن كبير القوم في أوروبا وكبير القوم في أفريقيا. من الناحية الواقعية من الصعب أن يتفوق الأهلي على ريال مدريد نظرا لصعوبة المنافسة بين القارتين، ولكن من الجيد أن ترى فريق بعظمة الأهلي يقوم بعمل هذا في قارة أفريقيا وينافس فريق بعظمة المدريد. لكن أنا سعيد، تعلم لماذا؟ هناك فرق تتحسن خارج أوروبا وتسعى للتنافس معنا، والأهلي هو الأقرب لذلك. صحيح، من كده برضو وحقدك في الكلام، وهو بيقول في دلوقتي على مستوى أفريقيا أندية كتيرة بتتطور على رأسها النادي الأهلي، كمان على مستوى اللاعبين. احنا شايفين كمان على مستوى اللاعبين الأفارقة اللي بتتواجد في الدوريات الأوروبية بشكل كبير جدا، وخاصة البريمير ليج. ده ياخدنا أكيد لمحمد صلاح. محمد صلاح، رأيك إيه في محمد صلاح في الفترة اللي فاتت مع ليفربول؟ وكان بعض الأخبار بتقول احتمالية أو اهتمام ريال مدريد بوجود محمد صلاح في الفترة اللي جاية. محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين والتي تريد جميع أندية العالم، لاعب رائع أثبت لسنوات عديدة وساهم مع ليفربول في الفوز بالعديد من البطولات الشامبيونز ليج والدوري، لاعب مختلف ولاعب كبير جدا. وإن كنت رئيس للنادي قد أقوم بالتعاقد مع محمد صلاح، لأن محمد صلاح إذا كانت لدي أموال سأقوم بالتعاقد معه فورا. لكن محمد صلاح يجب أن يعلم من خلال قناة الأهلي أنه يستحق أكثر ما هو عليه الآن، وبكل تأكيد أن رئيس نادي ليفربول قد يتم الأمور وقد يعمل عمل كبير من أجل الإبقاء على صلاح. ولكن كما تعلم أنت الأهلي أيضا لديه لاعبين كبار، ويجب أن يذهب العديد منهم من أوروبا، وقد شاهدتهم في كأس العالم في قطر والإمارات أيضا. فمن كده لو كنت أنت ما زلت على رأس القيادة، على رأس قيادة رئيس نادي ريال مدريد، كنت هتصر بوجود محمد صلاح في نادي ريال مدريد مهما كلف خزينة النادي فلوس؟ محمد صلاح لاعب صعب أن تحضر فلوسه الآن. أموال محمد صلاح أصبحت كثيرة، وهذا سؤال هام جدا. ريال مدريد لدي العديد من اللاعبين العظماء، لكن كانت هناك مفاوضات وليفربول طلب كثير أموال كثيرة من أجل التعاقد مع محمد صلاح. الأمر مع رئيس نادي ليفربول، وهو مسؤول عن الإبقاء على محمد صلاح أم لا، لأن رئيس نادي ريال مدريد يراقب محمد صلاح ويراقب العديد من اللاعبين أمثاله. على مستوى المنتخب الأسباني كمان، شايف إزاي منتخب أسبانيا ووصوله وصعوده لكأس العالم طبعا 2022، شايف إزاي الكرة الأسبانية من خلال منتخب أسبانيا؟ وهل منتخب أسبانيا بهذه العناصر وطبعا بهذه المجموعة من الشباب قادر على يعني الوصول لأبعد نقطة في كأس العالم أو الحصول على كأس العالم القادمة؟ إن شاء الله. لكن الأمر لن يكون سهلا ويكون صعبا، سيكون هناك الكثير من المنافسة. مستوى الفرق التي ستحضر كأس العالم مرتفع جدا، لكن فريقنا ومنتخب بلادنا لدينا لاعبين موهوبون وفريق نطمح إلى الفوز بكل شيء. أكرر إن شاء الله، أسبانيا ستصنع الحدث في كأس العالم كما حدث في جنوب أفريقيا. يعني كمان عايزين نكلموا على يعني المنافس وغريمه برشلونة كمان، رأيه إيه في برشلونة بقدوم تشافي؟ وهل تشافي قادر في الفترة اللي جاية كمان على عودة برشلونة لسابع عهدها وتكون منافس قوي للفوز بالليغا الأسبانية؟ أنا أحترم برشلونة
وأقول لك أن تشافي غير العديد من الأشياء المهمة في الفريق. برشلونة دائما يتواجد في المقدمة وسيكون دائما في المقدمة. أحترم برشلونة، هو منافسنا الأبدي. صحيح أن منافسنا الأبدي في إسبانيا ليس على ما يرام الآن، لكن لديه الكثير من الجدارة ما تم تحقيقه حتى الآن. يبقى فخر أيضا لإسبانيا كما ريال مدريد. برشلونة أحد أعظم الفرق وأكون لهم كل احترام، ورئيس النادي صديقي. نحن نتسيد الكرة في إسبانيا بجانب برشلونة وريال مدريد، وأتمنى أن يعود برشلونة كما كان من قبل لينافس ريال مدريد، لأن الآن ليست هناك منافسة، والمنافسة في الكرة الإسبانية مختلفة، وتعلم صعب جدا عدم وجود منافسة، لم تشعر بالمتعة، يجب أن يعودوا لينافسونا. أخيرا طبعا رسالة صغيرة لجماهير النادي الأهلي وللكرة المصرية بشكل عام من الرئيس التاريخي اللي طبعا ريال مدريد، تقول لنا إيه؟ كل ما أريد أن أقوله تاريخ النادي الأهلي، يجب على جمهور النادي الأهلي أن يفتخروا بكل ما يقدمه فريق بلادهم، لأن الأهلي صنع لجماهيره قاعدة جماهيرية كبيرة في أوروبا، والأهلي معروف، وهذه ليست مجاملة. أنا لا أجامل النادي الأهلي، أنا أتحدث عن حقائق. يجب أن تذهب إلى وسائل الإنترنت لتبحث عن النادي الأهلي. ثاني أكثر الأندية تتويجا على البطولات في العالم بعد ريال مدريد. يجب أن تفخروا بكل ما يقدمه مجالس الإدارات المختلفة للأهلي. أنا لست متخوف من عبور اللقب القاري، ولكن أقول لك الحقيقة، الأهلي سيعبرنا. كل التوفيق. طبعا بنشكرك وشرف لينا تكون موجود معنا. طبعا الرئيس التاريخي رامون كالتيرون، رئيس نادي ريال مدريد السابق، شكرا جزيلا على وجودك معنا. طبعا خلينا نتكلم لقاء اكتر من رائع، وواحد دايما زي ما بقول لحضراتكم يكفيه فخر انه ينتمي لهذا الكيان الكبير. لما رسائل كتيره جدا زي اللي بيقولها رامون، رئيس نادي من اعظم الانديه في العالم، وعنده من الخبرات وعنده من الدرايه الكثير، ويشيد بالنادي الاهلي بهذه الطريقه، وبيقول ان النادي الاهلي اخر كلمه قالها انه يتوقع ان النادي الاهلي كمان هيتفوق على ريال مدريد في البطولات القاريه، ده شيء يدعو للفخر، يدعو الجماهير النادي الاهلي انها تفخر بناديها، بمجلس اداره النادي الاهلي انه بيفخر انه موجود في النادي الاهلي، بالاجهزه الفنيه، باللاعبين. احنا كمان يعني بنسعد كثيرا لما الشهاده بتيجي من بره. دايما بيقول لك لما الشهاده بتيجي من القريب يقول لك يا عم انت بتطبل انت، لكن لما شهاده بهذه المعاني الكثيره من رئيس نادي ريال مدريد السابق ذو الخبرات الكبيرة، أعتقد ده شيء يدعو للفخر. دايما النادي الأهلي مشرفنا، ودايما بقول النادي الأهلي خلاص وصل للعالمية. لما بنتكلم إن النادي الأهلي وصل للعالمية، محدش يتريق علينا، محدش يقول لك كابتن أنت بتبالغ. لا، الكلمات اللي جاية من أسبانيا من خلال رامون كالديرون الرئيس نادي ريال مدريد السابق بتثبت دوت. وجود النادي الأهلي دايما في كأس العالم للأندية وحصوله على 3 برونزيات بيثبت دوت. كل الناس وعمل مجلس إدارة النادي الأهلي على مر العصور بيقول دوت. فزي ما بنقول الحمد لله على نعمة الأهلي، والأهلي فوق الجميع، ودايما يا رب بالتوفيق وبالنجاحات. وإن شاء الله البطولة الجاية إن شاء الله يكون الـ11، ونقرب أكتر من ريال مدريد، ونحقق اللي قاله رامون كالديرون إن النادي الأهلي سوف يتعدى ريال مدريد للحصول على أكتر نادي في العالم حصول على البطولات القارية إن شاء الله قريب. نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع المحترف. أهلا بحضراتكم مرة تانية، برحب بحضراتكم، وكمان بنرحب مرة تانية بضيفنا النهاردة الناقد الرياضي إيهاب الجنيدي. إيهاب، لقاء أكتر من رائع مع رامون كالديرون، ويعني عايز أسمع تعليقك كمان على اللي قاله. هو الراجل طبعا رامون كالديرون غني عن التعريف، احد ابرز الرؤساء في تاريخ نادي ريال مدريد، ومن الرؤساء البارزين في العالم. طبعا كانت في فترته فتره الجلاكتيكوس العظيمه اللي بداها يعني
طبعا اتبلورت الفكره اكتر مع فلورنتينو بيريز، بس في عصره كان في نجوم كتير ضمهم زي مال 18 نجم، وكان بس الريال ما عملش الانجازات العظيمه جدا اللي حققت مع بيريز. وده بيقودنا لنقطه مهمه، ان مش زي ما حضرتك كنت بتقولها دلوقتي، مش بحشر النجوم، هو لازم اللفظ اللي يتقال كحشر النجوم وتلم كوكبه نجوم، ده هيديك زي ما شفناها في انديه كتير سواء داخليا او خارجيا، مش معنى انك تلم كوكبه نجوم وتضم كوكبه نجوم وتدفع الملايين ان ده هيحصد لك البطولات، لا، الفرقه الكبيره ليها تاريخ، ليها عراقه، ليها طريقه لعب، ليها روح البطوله اللي احنا بنتكلم عليها دايما في النادي الاهلي. تصريحات مهمه جدا من كالدرون، تصريحات ركز فيها الراجل ازاي النادي الاهلي وصل انه بقى ليه تاثير حاليا على المجال العالمي، معروف في العالم كله اسم النادي الاهلي، زي ما بيقول لك معروف في اسبانيا، معروف في اوروبا، معروف في العالم كله. اتكلم عن كابتن محمود الخطيب، ده شيء مهم جدا برضو، ان الراجل بيتكلم ان ده رئيس نادي معروف ليه تاثير النادي، سواء كلاعب حقق معاه بطولات وسواء كرئيس نادي، النادي الاهلي وصل لمرتبه عاليه جدا خلال فتره طبعا كابتن محمود الخطيب المختلفة المتدرجة مع مجلس صحيح. الإدارة طبعا سواء كان نائب رئيس النادي أو رئيس النادي. فتصريحات مهمة جدا من رئيس عظيم، من أحد أبرز الرؤساء زي ما بنقول رؤساء الأندية في العالم، بتدلل على عظمة ومكانة النادي الأهلي. النادي الأهلي حاليا أصبح إيه في العالم؟ حينما يذكر أعظم أندية العالم، إحنا بنتكلم عن ترتيب الأندية العالمية في الفيفا وترتيب الأندية العالمية اللي العالم كله عارفها، النادي الأهلي يذكر في المقام الأول مع الكبار، مع ريال مدريد، مع ليفربول، مع البايرن، مع ميلان، الأندية الأكثر تتويج في العالم، هو موجود وسطها وموجود ومشرف الكرة المصرية ومشرف الكرة الأفريقية والعربية كلها. صحيح، يعني كان لقاء مهم جدا ولقاء عظيم مع واحد من أهم رؤساء الأندية على مستوى العالم رامون كالدرون. خلينا نروح من ده للنقطة اللي أنت اتكلمت عليها، إنك حشر النجوم الكتير وإنك عندك مجموعة من النجوم الكبار، ده مش هيأمن لك أو مش هيضمن لك بطولة، وده اللي حصل وده اللي شفناه في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان. انا عارف طبعا ان انت مدريدي وملكي على الاخر، يعني اتخضيت لما جه فيكوا جون. كلمني الاول عن المباراه، شفت المباراه ازاي بشكل عام؟ اولا انا هبدا من السؤال الثاني. انا ما اتخضيتش خالص خالص بجد، والنتيجه 1-0 خلصان الشوط الاول، هدف في الدقيقه 39 ومبابيه زي ما مضيع ثلاث جون، زي ما سجل في الاياب وخلصت المباراه 1-0، رجع سجل برضه في مباراه الاياب بعد ما سجل في الذهاب، والنتيجه 1-0. كنت قاعد بتفرج وبشوف الماتش مع زملائي في الجورنان، وقلت لهم الريال هيكسب، الريال هيكسب المباراه، هيعوض وهيكسب المباراه، ولكن ما توقعتش، توقعت ان 2-1 ويبقى في وقت اضافي عشان يحسموا النتيجه طبعا بعد الغاء قاعده الهدف بهدفين بره وجوه، خلاص بقت تكسب تجيب هدف هي النتيجه بالاهداف بس. المباراه على الصعيد الفني انشيلوتي تفوق كثيرا جدا جدا على بوجوتينيو، تفوق عليه تماما. انشيلوتي كمدرب قاعد فاهم وازاي يعالج الاخطاء اللي كانت عنده، يعني كان في خطا، يعني كان في ثغره كبيره جدا في ريال مدريد في الشوط الاول، كارفاخال وقدامه اسينسيو، الجبهه دي دمرها في الشوط الثاني زي ما شفنا بلوكاس فاسكيز ورودريجو. والتوقيت يا ايهاب، والتوقيت طبعا التغيير، يعني تقريبا في الدقيقه 54 الراجل ما استناش حتى نص ساعه ولا دقيقه 70، خلاص هو شايف الغلط فين والديفو فين، فنزل تغييرين غيروا مجرى. كابتن واضح في الشوط الاول ان الجبهه دي فيها مشكله في ريال مدريد طبعا، امبابي تفوق عليها تماما في الشوط الاول، قدر يسجل هدف. ما هي الجبهه دي هي المقابله لامبابي هناك في باريس سان جيرمان، يقابله على طول داني كارفخال واسينسيو قدامه، الاثنين ما كانوش موافقين جدا. شفنا التغيير اللي عمله، التغيير الذكي جدا اللي قلب المباراه، الولد اللي زي ما بنقول الولد الماهر قوي لوكاس فاسكيز، اللي هو اكتشاف زيدان، انا بقول اكتشاف زيدان في المكان ده، يعني المدير الفني السابق اللي عمل ثلاثيه تاريخيه في دوري ابطال اوروبا، هو اللي اجبرته ظروف، كان ساعتها برضو اصابه كارفخال واصابه كل البدا، فطوع راجل كان بيلعب فيرويد جناح يمين او شمال لوكاس فاسكيز او نص ملعب مهاجم برضو، ما كانش بيلعب خالص في المكان ده، حطه في المكان ده كمدافع وتالق فيه ونجح فيه. المباراه دي قدمت دروس كتير جدا يا كابتن للعالم كله، ان في حاجه اسمها فرقه بطوله، ده اللي احنا دايما بنقوله، النادي الاهلي فريق بطوله، صحيح، ريال مدريد فريق بطوله، فريق تاريخي. اما اتكلم ان النادي الاهلي السيد المتوج لافريقيا، واخد دوري ابطال افريقيا كذا عدد من السنوات، ودايما هو المرشح الاول اما بياخد بطوله، ريال مدريد في اسوا الاحوال، في اسوا الاحوال دايما احد المرشحين الاقوياء للفوز بدوري ابطال اوروبا. حتى كان في تعليق طريف جدا في الصحف النهارده في العالم، بيقول لك ماذا يحدث في ريال مدريد عند عزف نشيد دوري الابطال، اللي بيتغير في الفرقه بيتحولوا اللي بيحصل في الفرقه اما يعزف نشيد دوري ابطال، هو البطوله، هو المتوج السيد المتوج، ليها 13 لقب على مدار تاريخه في دوري ابطال اوروبا، قدم مباراه كبيره جدا في الشوط الثاني، قدر يسجل ثلاثيه، الموهوب فوق العاده،
كريم بنزيما. كنت لسه هكلمك على بنزيما. يعني الراجل ده يعني خلي بالك كثير من السنين اللي فاتت كان في عباءة رونالدو زي ما بيقولوا، ولكن واضح جدا انه يعني نجم كبير، نجم عظيم، بيحقق. وده اللي عايز اقوله، انه كمان بيدي روح للفريق. يعني حتى هم مغلوبين 1-0 تحس ان بنزيما الوحيد اللي بيعافر بلغه الكوره وبيروح يضغط هنا وهنا، فالروح ديت كمان بتتنقل لفرقته بشكل او باخر. ده جزئيه كريم بنزيما. لكن كمان على مستوى وسط الملعب مودريتش صاحب ال 37 سنه وكانه شاب في 18 سنه من مجهود خرافي من المستوى الدفاعي والهجومي، واسيست اكتر من رائع. شايف دور الاثنين يعني كريم بنزيما وكمان مودريتش ازاي في المباراه؟ طبعا كابتن الفرقه والكابتن الثاني للفرقه كريم بنزيما كابتن الفرقه، وراه الكابتن الثاني للفرقه لوكا مودريتش، دور كبير جدا في الفرقه. امبارح نص ملعب ريال مدريد كابتن عمل مباراه كبيره جدا، توني كروس ولوكا مودريتش وفالفيردي العائد من الاصابه واللي بيعوض غياب كاسيميرو اللي كان موقوف في المباراه. كل الناس قال كاسيميرو مش موجود، هتبقى في ثغره في نص الملعب، الدنيا ثغره في وسط الملعب، ولكن فالفيردي عمل مباراه كبيره جدا. وفي الشوط الثاني التغيير برضو ثاني ركز على انشيلوتي، تغيير عبقري كامفينجا الفرنسي ادواردو كامفينجا اللاعب اللي نزل في نص الملعب ظبط الايقاع تماما وسيطر خالص. وتفوق ريال مدريد امبارح انه خد نص الملعب، خد نص الملعب من باريس. ليه؟ باريس لعب بكوتينيو بنقطه اللي انت كنت حضرتك بتتكلم فيها دلوقتي وتتكلم فيها حشر النجوم. ما ينفعش العب، انا شايف من يوم ما ضم ميسي لباريس سان جيرمان ما ينفعش يبقى في الملعب عندي ميسي ونيمار. الوضع غير برشلونه، بالرغم ان ميسي يعني بصراحه عجبني في المباراه بشكل او باخر، لكن نيمار استعراض كبير جدا ويعني لا مبالاه كبيره جدا في الاداء. بتتكلم كمان وراح بانفراد سهل جدا ضيعه، انفراد سهل. لكن كمان خلينا نتكلم نيمار، اعتقد ان هو بيمر ما اعرفش يعني هو حاسس، وده يعني لما اللعيب يحس انه اكبر من الكوره ما بتدلوش. لكن نقطه التحول كانت غلطه دوناروما هي اللي قلبت المباراه بشكل كبير. ده ذكاء جدا، ذكاء قوي وحساسيه مهاجم اللي حضرتك بتتكلم عليه. الراجل ده بيعمل ايه؟ الراجل ده بيعمل ايه في السن 36 سنه؟ امبارح كريم بنزيما عمل اصبح اكبر لاعب في تاريخ دوري ابطال اوروبا كابتن يسجل هاتريك. صحيح، كان قبليه بس اوليفيه جيرو في الفرنسي برضه في مرمى اشبيليا في الموسم اللي فات مع تشيلسي، الموسم اللي خد فيه تشيلسي دوري ابطال هو عمل الهاتريك. عمل الهاتريك ده، وكان هو ساعتها عنده 36 سنه 66 يوم وكان اكبر لاعب. حاليا كريم بنزيما امبارح بيعمل الرقم ده وهو عنده 36 سنه و 80 يوم، بيعدي اللي عمله اوليفيه جيرو. امبارح غلطه كبيره جدا من الحارس الكبير دوناروما، افضل حارس في العالم اللي خدها وبعديها باريس سان جيرمان ضمه، ضغط عليه بشكل جيد جدا وقدر انه يقطع الكوره. انا على خلاف تماما مع اي حد بيقول ان الكره فاول يا كابتن. بعض الناس كان بتقول فاول انه يعني ما لمس الكره هو زق دوناروما، لكن دي الكره العالميه، لو في البريمير ليج مش هتتحسب، لو في الدوري الاسباني مش هتتحسب، وبالتالي انا بوافق الراي ان الكره يعني ما فيهاش. كمان دوناروما طالع بره منطقه الثمان ياردات، يعني هو ما دخلش عليه الدخله دي، كان بره الخط، ضغط عليه وخد الكره بشكل جيد وبصها. كريم بنزيما لاعب رائع جدا، هو يعني لو انا بقول السنه دي محمد صلاح متميز جدا وفرد وهداف البريمير ليج، فالمنافس الاول ليه حاليا صحيح على لقب افضل لاعب في العالم في الموسم ده هيكون حتى الان كريم بنزيما، لان هو الوحيد اللي بيقترب من صلاح ويمكن بيقدم اداء رائع جدا سواء في دوري ابطال اوروبا واهداف حاسمه كمان. طبعا يا كابتن، وبيرد على الحركه قلته ان هو عباءه رونالدو. الناس دلوقتي عرفت بعد كمان رونالدو ما خرج بره، رونالدو ايه اللي حصل بعد ما مشي من ريال مدريد؟ مفيش التفوق اللي كان عليه. صحيح، الناس عرفت ان كان في شخص في ريال مدريد بيصنع كل شيء لرونالدو، هو كريم بنزيما. ده اللي كان كريم بنزيما بيعمله. حاليا هو شال عاتق مسؤوليه الفريق ده على كتفه زي ما بنقول، والناس قالت هل هيكون قادر انه يعمل المهمه دي؟ نجح فيها بامتياز، يسير بفريق ريال مدريد بشكل جيد، يتصدر جدول الليجا الاسبانيه بفارق كبير عن كل المنافسين اللي معاه، يسير في بطوله دوري ابطال اوروبا بشكل جيد. واتوقع ريال مدريد هيعدي. توقعت بصراحه يعني اللي كنت اسالك يوم الاثنين بقول لك مين اللي هيكسب، قلت لي ريال مدريد هيكسب، بالرغم ان انا كنت متوقع العكس. يعني على الاقل كنت هقول العكس الناس كلها كابتن. لا كل الناس كانت بتقول باريس. انا بصراحه يعني بالامانه انا قلت ان في حاله تعادل او يعني كده كده باريس سان جيرمان هيصعد، ولكن طبعا احنا كمان عندنا في نهايه الحلقه هنشوف كمان مين اللي هيحصل على
تيشيرت النادي الاهلي موقع من احد النجوم من النادي الاهلي، وهيكون معانا فايز من خلال طبعا المسابقه اللي يمكن قلناها لحضراتكم يوم الاثنين. النهارده كمان عندنا توقعاتك ايه بقى لمباراه ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي؟ برضه هنستنى توقعات حضراتكم، وباذن الله يوم الاثنين برضه نشوف مين الفائز بتيشيرت النادي الاهلي موقع من احد النجوم. النهارده السؤال، تتوقع فوز مين، ليفربول ولا برايتون في البريمير ليج؟ وان شاء الله يوم الاثنين يكون معانا فائز كمان من المتسابقين. ايهاب بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا ودايما متالق. شكرا كابتن، ومبروك على الريال يعني. سعيد اني كنت معاك كابتن. مبروك مبروك وبنشكرك شكرا جزيلا. عندنا فاصل سريع، وبعد الفاصل نستقبل يعني بلغه الارقام بقى دلوقتي هنتكلم على ريال مدريد وباريس سان جيرمان بلغه مختلفه، لغه الارقام والاحصائيات، مع محلل الكره العالميه محمد الباز بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم في اخر فقراتنا النهارده في المحترف، اللي هنعلن فيها ان شاء الله اسم الفائز بتوقعاته ل طبعا فوز او وصول لدور الثمانيه في بطوله ابطال اوروبا. هل كان ريال مدريد او باريس سان جيرمان هيكون الفائز معانا النهارده في نهايه الحلقه؟ لكن خلونا نرحب الاول بمحلل الكره العالميه محمد الباز، اللي هيشرح لنا بالارقام وبالصور تفوق ريال مدريد امبارح على باريس سان جيرمان. مساء الخير عليك يا محمد. مساء الخير كابتن هاني، منورنا. نور حضرتك. اتكلمنا طبعا مباراه امبارح، كل الناس في العالم بتتكلم على مباراه امبارح وفوز الريال، لكن كل حاجه بيكون ليها مسببات، وانت محضر لنا جزئيه مهمه جدا. كنا اتكلمنا على الثنائي بتاع توتنهام سون وكين، النهارده محضر لنا ايه بالنسبه لثنائيات ريال مدريد؟ طبعا سر تفوق ريال مدريد وتطور الناحيه الهجوميه عند ريال مدريد بتنحصر في الثنائيه ما بين كريم بنزيما وفينيسيوس. زي ما اتكلمنا على الثنائيه الخطيره لتوتنهام سون وكين والتاكتكس اللي بيعملوه في ارضيه الملعب، سواء الكرات العاليه الطويله والكرات الشورت باسس والسروب باسس والتحركات ما بينهم، ستايل لعبهم المتقارب واللي فاهمين بعض بشكل كويس. النهارده بنتكلم على فينيسيوس طبعا وكريم بنزيما وازاي بيطبقوا الثنائيه ونجاحها في ارضيه الميدان، بتختلف تماما عن ثنائيه سون وكين. انا كنت لسه هقول لك بعض الثنائيات بتعتمد بشكل او باخر على مساحات، على سرعات، على اكيد الثنائيات بتحتاج تفاهم، لكن الفروقات بتبدا ايه؟ انت شايف قبل ما نعرض الصور والارقام الفرق ما بين مثلا الثنائيه ما بين سون وكين وثنائيه فينيسيوس وكريم بنزيما؟ ثنائيه سون وكين بتعتمد على محورين او عنصرين اساسيين، الكرات الطويله اللي بتبقى دايما بينزل سون لنص ملعبه في الهجمات المرتده، دايما بيبدا الهجمه من ورا مع انه محور مهاجم ارتكاز رقم 9 بوكس هاري كين. فبينزل دايما في نص ملعبه بيبدا الهجمه من تحت، ودايما بيعملها يا اما كرات طويله دايما سون بيقرا سون على طول بيتحرك له، او بيقرب من سون ويلعبوا مع بعض الشورت باس ما بين المدافعين ويضربوا خط الدفاع. الثنائيه اللي معانا النهارده كريم بنزيما وفينيسيوس مختلفه تماما، الستايل ما بينهم، الكيمياء اللي ما بينهم دايما بتتحصر على التقارب ما بينهم في الخطوط الضيقه، دايما يقربوا مع بعض بشكل كبير جدا، وبيلعبوا الكره ما بينهم 1 2 في يعني في زي ما بيقولوا كده ما بين سنتيمترز ما بين المدافعين. يعني بتبقى المساحات ضيقه جدا، وبتبقى الدبل باص بيبقى سريع جدا، بيعتمد طبعا فينيسيوس على سرعته ومهاره كمان كريم بنزيما ان تايم بيلعب له التو يعني. بكل تاكيد الستايل بتاع كريم بنزيما وفينيسيوس هو واحد في الكي باسس، الكرات المفتاحيه، التمريرات المفتاحيه، التمريرات ثرو باسس ما بين خط الدفاع في اقل من مساحات ضيقه جدا بيقدروا يعملوها. نبدا مثلا بمثال الاول معانا، دايما بنلاحظ هنا رقم 20 طبعا ده فينيسيوس، كريم بنزيما على طول المساحه اللي ما بينهم مسافه صغيره جدا جدا. خط الدفاع دايما يبقى فيه بلوك، بيعملوا كومباكت دايما عليهم على كريم بنزيما وفينيسيوس، فاهمينهم بشكل كويس، ومع ذلك ما بيقدروش ان هم يسيطروا عليهم. الهجمه دي على سبيل المثال نبدا بيها، دايما فينيسيوس اول ما يمسك الكوره بينزل له كريم بنزيما، نزل له على الخط زي ما احنا شايفين على طول. هنا فينيسيوس بص الكوره لكريم بنزيما وتحرك. كابتن هاني عايزين بنشوف دقة كريم بنزيما في باص الكورة ثرو باص ما بين الأربعة الخمسة اللي احنا شفناهم، شفت التكتل هنا على طول، حطوا هنا من زاوية تانية يعني زاوية مختلفة طبعا، الصورة اللي قبلها زاوية مختلفة،
عايزين نقف على التكتل اللي عملوه على فينيسيوس. هو ايوه دي الصوره، الصوره ديت نقف 4-1 بشكل مباشر، 4-1 كريم بنزيما على طول بيتحرك بيفتح المساحه لفينيسيوس. هنا بنشوف دقه تمرير الكره من فينيسيوس، هنا ستيل ماشي معاه كريم بنزيما على طول خد المكان ووسع وباصة لفينيسيوس وترجمت لهدف. من خرم إبرة زي ما بيقولوا من بين خطوط المدافعين من مساحات ومسافات قصيرة جدا. يعني عايزين دي طبعا المهارة اللي بتتكلم عليها محمد، ان اولا فينيسيوس بيستغل سرعاته في الاختراق مع ظهور بنزيما، والاهم في كل دوت الدبل باس دايما المهم التايمينج ودقة التمرير. بتتكلم انت على دقة التمرير بالنسبة لبنزيما، انه في جزء ومساحات ضيقة جدا بيقدر يعمل الدبل باس وبيحط فينيسيوس في وضع سهل جدا لإحراز الأهداف، مواجهة المرمى صحيح. أو العكس نفس صحيح. الكلام بيقربوا مع بعض، الأمثلة مكررة بشكل كبير جدا. لو اتفرجنا على كل أهداف فينيسيوس وكريم بنزيما لهذا العام، دايما ينزل له كريم بنزيما بيقطع في وسط تكتل دفاعي. هنا الكرة دي تتلعبت يعني كرة عالية مرتفعة على يعني أعلى متوسطة من متوسطة طبعا. وترجمها طبعا كريم بنزيما لهدف. ده مثال اخر، لو نمشي هنشوف امثله مكرره. ده طبعا امام اتلتيكو مدريد، ده طبعا صوره ثانيه هنا بقى مثال مهم جدا. يعني دايما الضغط العالي اللي بيعمله ريال مدريد دايما بتبقى من ناحيه الشمال، من الجناح الشمال اللي متواجد فيه فينيسيوس بشكل كبير جدا، بينزل يستلم بظهره ويبدا ان هو يحرك معاه كريم بنزيما. لو بصينا هنا كريم بنزيما دايما قريب منه صحيح، مسافات ما فيش يعني مسافه ضيقه جدا بيقدروا ان هم يلعبوا الدبل باس ال1 2 على طول، بيسلم ما بين خط الدفاع نفس الصوره، بيضرب نفس الصوره لخط الدفاع لان سرعات فينيسيوس كبيره جدا يعني. فكمان الفكره لسه ورق لسه ورق، لكن لا يعني خلاص هو عارف ان الكره راح له في التمريرات المفتاحيه. الكي باس بيلعبها بشكل رائع جدا ويكمل معاه كريم بنزيما، حطه طبعا في اتجاه المرمى. هنا مثال تاني التقارب ما بينهم ما بين خط الدفاع، بيلعبوه بشكل كويس جدا لان هما الاثنين رفع برضه على راس كريم بنزيما وترجمها الهدف. زي ما قلنا ده سر نجاح ريال مدريد، اللعب ما بين الخطوط، التمريرات المفتاحيه، الشورت باسس، ثرو باسس في مساحات وضيقه. كمان صوره كويسه جدا كمان يعني ظاهره جدا حتى اختلاف الادوار. يعني دلوقتي هو بنزيما الموجود كطرف شمال وفينيسيوس على نفس منوال بنزيما في القلب، دخل في القلب، وبالتالي هم بلغه الكره شايفين بعض كويس. الديناميكيه يعني الديناميكيه اللي بتحصل ما بينهم اللامركزيه، مع ان معروف طبعا هو يعني رقم 9 تارجت بوكس كريم، لكن بنزيما. مفيش خلاص انت بتتكلم على 9 دلوقتي، بتتكلم على بنزيما وبتشوف فينيسيوس هو اللي بيعمل الاختراق. الطبيعي جدا ان هو دوت فينيسيوس 9 وبنزيما اللي جوه، لكن طبعا هم شايفين بعض بشكل اكتر من رائع، تفاهم كبير جدا. والنقطه الاهم ان الديزيشن اللي بتعمل ان تايم، يعني بنزيما ان تايم، لان لو اتاخر شويه شوف ممكن يبقى اوفسايد. فينيسيوس اتحرك ما بين دايما نشوف 3-4 بين بلوك، بيكسر خط بباص سريع، بيضرب اوفسايد. هي دي المهاره الكبرى وستايل لعبهم مشابه لبعض، هو ده بيترجم لاهداف. الاثنين شاركوا ب 44 هدف لهذا الموسم. يعني ريال مدريد اقوى خط هجوم في الدوري الاسباني يعني ب 56 هدف. يعني احنا شايفين ان 56 هدف هم الاثنين مساهمين ب 44 هدف، يعني رقم قياسي كبير جدا. لو هنعرض برضو مع حضرتك ارقام كريم بنزيما وفينيسيوس لهذا العام، لو في جدول برضو نشوف الجدول بتاع ثنائيه بنزيما وفينيسيوس برضو يكون موجوده معانا. لكن حتى كمان واضح من الصوره، من خلي بالك الفكره كمان ان الثنائيه ديت من تقريبا من كل مناطق الثلث الاخير بالظبط، نتكلم على الثلث الاخير عندهم تفاهم كبير جدا جدا. دي طبعا ارقام فينيسيوس السيزون ده 2021 صحيح. يعني هو فينيسيوس 23 مباراه احرز 13 هدف، ساهم في اسيست طبعا 6 اهداف. بنتكلم على الدوري الاسباني 13 هدف في الدوري الاسباني، في الشامبيونز ليج احرز هدفين، يعني اجمالي 15 هدف لهذا الموسم. الاسيست 6 اسيست في الدوري الاسباني و4 اسيست في الشامبيونز ليج، يعني توتال 10
اهداف، يعني 25 هدف مساهم فيهم فينيسيوس بشكل كبير جدا. طبعا دقه التمريرات عنده 85.2%. خد رجل مان اوف ذا ماتش، رجل مباراه في 8 لقاءات، 6 لقاءات في الدوري الاسباني ولقاءين في الشامبيونز ليج، وده بيدل على قوته في تواجده المستمر، تاثيره طبعا ايجابي جدا على الفريق. طبعا طبعا يعني احنا بنشوف ارقام خياليه عاملها فينيسيوس. لو رحنا لارقام بنزيما اللي كسر بقى طبعا كل الاحصائيات يعني والريكوردز والارقام القياسيه، كريم بنزيما عمل ارقام هايله في 31 مباراه. دي الارقام قدامنا طبعا، ارقام كلها يعني كريم ما شاء الله. في مش هقول في الفتره الاخيره، كريم خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا بيقدم اداء اكتر من رائع، ولكن دلوقتي بيحقق ارقام خرافيه. يعني 28 هدف، اسيست 11 هدف، يعني دقة التمريرات عنده 83%، تفوق 83%، رجل مباراة أو مان أوف ذا ماتش 10 مرات، 9 في الدوري الإسباني وواحدة في الشامبيونز ليج، تقييمه يعني فوق السبعة، يعني تقريبا 8% من تقييماته في المباريات. 8 من 10 رقم طبعا كبير جدا. كريم بنزيما مع فينيسيوس أعلى وأفضل ثنائية في الدوري الإسباني، وقد تكون في طبعا الدوريات الخمس الكبرى المساهمة. قوتهم في الضغط العالي، في البساط، في المساحات الضيقة جدا، هنشوفها اتعكست طبعا في مباراة لسه هجيلك بقى. ناخد كمان انعكاسهم في مباراة امبارح امام باريس سان جيرمان، شفنا مباراة رائعة على مستوى بنزيما، على مستوى مودريتش كمان. فينيس يعني قدم اخر نص ساعة، يمكن الاول الشوط كان اشرف حكيمي متحكم بشكل اكتر من رائع فيه، لكن العودة والريمونتادا القوية لريال مدريد نشوفها من خلال الصور. تبدأ بإمبابي، هدف إمبابي. نبدأ بهدف إمبابي، ده كان الضغط العالي من ريال مدريد على طبعا لو هنقف الأول على باريس سان جيرمان. الكرة كانت ملعوبة بشكل عرضي، لأن بنتكلم الضغط كله كان من اتجاه ناحية الشمال، كان بتواجد فينيسيوس وكريم بنزيما اللي دايما بينزلوا لبعض، حب ان هم يفتحوا الملعب على ناحية اليمين. دي كرة الهدف برضه عشان الناس تتابع معانا، دي كرة الهدف. كرة الهدف طبعا كانت بتلعب لكارفاخال، كارفاخال هنا موجود في ناحية اليمين، للأسف الضغط عليه من مندش، قطع الكرة منه بشكل سريع جدا، كان في يعني مباراة سيئة جدا شفناها امبارح لأسينسو وكارفاخال في ناحية اليمين في البداية طبعا بعد الربع ساعة الشوط الأولاني، ده كان سبب في الهدف. هنا مندش قطع الكرة من كارفاخال في ظهور في الصورة بدأ امبابي يظهر في الصورة. يعني نزول امبابي في معظم اوقات المباراه امبارح ساهم بشكل كبير جدا بالخطوره اللي عملها باريس سان جيرمان تقريبا اول ربع ساعه ونص ساعه وثلث ساعه كمان من بدايه الشوط الاولاني. هنا اتقطعت الكره سريعا من كارفاخال، بصاها طبعا مندش، بصاها ل يعني نرجع لامبابي. امبابي طبعا هي طبعا هو ده، يعني خلينا كمان نرجع واحده ان اللي عمله نيمار دي طبعا الكره اتنقلت لنيمار لمسه واحده حطها في مساحه، لانه عارف ان كمان امبابي عنده القدره انه يعمل السبرنت بتاعه. دي اللمسه بتاعت نيمار، عمل الكره في مساحه، ضرب تقريبا كل دفاع ريال مدريد، يمكن علبه بس اللي يحاول يحصل امبابي. صحيح، لان دي الجبهه اللي كان فيها الجاب الكبير في بدايه الماتش، جابت اسينسو جابت كارفاخال، هي اثرت طبعا بشكل كبير جدا. الابا بيبدا ان هو يلم، مشيت الكره اتلعبت في المساحه السريعه طبعا امبابي وسرعه امبابي، وطبعا هو ما يمتاز بيه امبابي، بدا ان هو ياخد الكره ويضم على المرمى. هنا طبعا تاخر كثيرا، هو طبعا دفاع وحش قوي من وحش جدا، ما ضمش، اداله مساحه ان هو يرفع ويسدد، لا طبعا يعني الف ب دفاع ان هو كان يقفل عليه بشكل كبير جدا، ما يدلوش المساحه او هو كمان امبابي كمان خدع، يعني هو حاول يلعب او نوي انه هيلعب كره في البعيده، وحط الكره في هنقول في القريبه اللي قريبه طبعا من كورتوا، يعني حارس مرمى ريال مدريد، لكن دفاع وحش قوي من ألبا، لكن كمان تميز كبير جدا. هو فعلا كان عايز اثناء توجيه له الكره حاسس ان هو او مدي احساس انه هيلعب الكره في الزاويه الشمال لحارس المرمى، لكن لعب في الزاويه يمكن اللي كانت مفاجاه بشكل كبير، لان كورتوا من افضل حراس المرمى في العالم، اللي الكره تتلعب في زاويته، لكن عنصر مفاجاه وعنصر السرعه وعنصر القوه كان ليه يعني سبب. زي ما حضرتك قلت يا كابتن هاني ان الخدعه اللي عاملها امبابي هنا في ان هو كان ألابا فهم ان هو ممكن يلعبها في الزاويه البعيده، حتى كورتوا نفسه فهم ان هو هيلعبها في الزاويه البعيده، فكان صعب عليه في التمركز ان هو يعني يصد الكره ديت. التمركز طبعا هنا يعني لو نرجع يعني خطوه قبل الهدف دوت، نقف هنا طبعا ميليتاو
التمركز بتاعه كان سيء جدا. صحيح. في الهجمه ديت الجبهه اللي اتعمل بسرعه محمد بسرعه, عمل بسرعة جدا كان هم اوت اوف بوزيشن, وكان طبعا الفينش كان بتاع امبابي اكتر من رائع. طيب صحيح. نروح بقى للريمونتادا واهداف ريال مدريد. نبدا بكريم بنزيما. نبدا بكريم بنزيما الهدف. أوكي. الاول الهدف الاول بدا من هنا, الكره طبعا راجعه لدوناروما, ضغط كريم بنزيما على دوناروما. هنا نقف شويه, يعني نقف. أيوة. هنا. نقف يعني. هنا حضرتك طبعا اكبر خطا لحارس مرمى ان هو يوجه اتجاهه للمرمى بالشكل وش الجول. يعني ممكن لو قالك كانت دخلت لوحدها. طبعا اساسيات كره القدم ا ب, انت عندك مساحات تطلع الكره في اي وقت في حاله من الضغط بهذا الشكل. هل هذا هو المثال الاول لكريم بنزيما في الضغط على حراس المرمى؟ لا, ده معروف عن كريم بنزيما في الضغط على اصطياد الاخطاء من حراس المرمى. ولو نفتكر سريعا مع بعض موسم 2017 2018 في نهائي الشامبيونز ليج امام ليفربول, كان عندنا مثال ضغط كريم بنزيما على حارس المرمى, كان وقتها لويس كاريوس في 2017 2018 تقريبا, كان عندنا صوره بتوضح المثال دوت, وقطع كوره من كاريوس وترجمها لهدف سريع جدا. لكن نفس الكلام نفس القصه وراحت اعتقد لفينيسيوس, هو فينيسيوس على طول ده بشكل سريع جدا ثنائيه. طبعا المساحه يعني احنا كريم بنزيما يعني على طول ارتد خد المكان هنا, رجع بظهره عشان يعمل مساحه لنفسه يقدر يسجل منها. وطبعا دونا روما ما كانش قادر طبعا يرجع للبوزيشن, وبالتالي كان جول اولا صناعه بنزيما وتسجيل بنزيما. بنزيما يعني بدات من بنزيما وصناعه بنزيما وتكمله معاه. طيب نروح للهدف الثاني. الهدف الثاني وهنا بقى الحكايه كلها, الحكايه كلها هنا في مودريتش. صحيح. اللاعب العظيم 37 عام بيظهر بالشكل دوت. الكره بدءا من طبعا هنا نيمار هو خطا ميس باس, بس عايزين نبص مودريتش فين. طيب. يعني هو مودريتش بيقوم هنا يعني هنا مودريتش بيقوم بالدور الدفاعي, هو الراجل بيرجع عشان يقفل المساحات على نيمار وعلى ميسي. سبب وجود مودريتش في الحته ديت برضه كابتن هاني التغييرات الذكيه جدا طبعًا اللي عملها طبعا انشيلوتي في بدايه الشوط الثاني. تمركز طبعا توني كروز في بدايه المباراه ما كانش موفق بشكل كبير جدا, غياب طبعا اسينسو, طبعا غياب كاسيميرو عن اللقاء دوت سبب بشكل كبير جدا في مشكله في نص الملعب. نزل طبعا العبقري كامافينجا, وطبعا يعني اعتقد رودريجو كامافينجا هم اللي قلبوا حرروا رودريجو. طب خلينا في الجول, هو طبعا كان ميس باص من نيمار استلمها مودريتش. المسافه بقى اللي جريها مودريتش لغايه ما عمل الاسيست, هو دلوقتي تقريبا واحد ضد اربعه. صحيح. عايزين نشوف احنا قبل ما نتحرك كان ممكن يلعبها ناحيه اليمين ما بين المدافعين وتبدا الهجمه من هنا. صحيح. ولكن كمل مودريتش كمل في الهدف. يعني لو نمشي دي طبعا لسه دي في البدايه, دي خلاص كمل خلاص. هنا بقى دي اهم, دي متهيألي اهم نقطه, حتى هنيجي نقط كتير, لكن انه يعمل الباص بتاعه في المساحه بعد ما قطع تقريبا 25 متر سبرنت بالكوره بهذا الاتجاه وبهذا الدقه في التمرير, اعتقد ده شيء رائع. يعني طبعا ده التكتل, الفكر, العبقريه عند مودريتش هنا ان هو يلعب الكوره بالشكل دوت. ليه طبعا زي ما كنا بنتكلم فينيسيوس وبنزيما الاثنين مغناطيس جنب بعض, المسافات ما بينهم صحيح. صغيره جدا, اتلعبت بالشكل دوت. المساحه بتتكلم دلوقتي في منظر كده تقريبا احنا بنلعب 5 على 3 5 على 3 5 باريس سان جيرمان مع 3 ريال مدريد. صحيح. اتلعبت في المساحه لطبعا فينيسيوس اللي كمل بسرعته وبدا ان هو يستلم الكره. بنزيما يعني احنا عينينا برضه على بنزيما واصل وعامل سبرنت ومكمل مع الهجمه عشان هو عارف فينيسيوس فاهمين بعض بشكل كويس جدا هيعملوها ازاي. الكره طبعا اترمت في المساحه قدام, بدا ان هو فينيسيوس يخش مع سرعاته. طبعا فينيسيوس فرق في السرعات بشكل كبير جدا وبدا يروح على ال 18 بشكل كبير. لسه هنا كريم بنزيما مش ظاهر لسه ما ظهر في الصوره, لكن الكره في اتجاه فينيسيوس اللي لعب الكوره لمودريتش. لا هو لعب الكوره فعلا هنا اتقطعت مودريتش, هنا مودريتش طبعا ان هو يروح ويتحكم في الكوره ويكمل بعد السبرنت الكبير ده جدا. في احنا بنتكلم في يعني بعد الدقيقه 70 في الشوط الثاني, يعني مجهود رائع, بدا ان هو يستلم الكوره يقف
ويلعبها فين بقى؟ شوف بنزيما في وسط قد ايه، شوف الكومباكت هنا. انت بتتكلم على 7 ضد 1 يعني. ضد واحد بتتكلم على لو حسبنا اللي في ال 18 1 2 3 4 5 6 تكلم 6 على 2 لو حسبنا فينيسيوس وكريم بنزيما. فطبعا صحيح. عدم تمركز وخطا فادح بالنسبه وكلهم العبقريه كمان يا محمد في الباص بتاع مودريتش. طبعا اي حد في الموقف زي دوت هيلعب لبره، صحيح هيلعب لبره، سهل جدا انه يلعب لبره، لكن انه يفكر يلعب الكوره ما بين المدافعين ان تايم، وكريم بنزيما طبعا كان في شك انه اوفسايد لكن مش اوفسايد، انه يلعب الكوره في المساحه دي ما بين اللاعبين. زاويه الرؤيه عبقريه، بيرفكت بيرفكت ممتازه، يعني بنتكلم في يعني اقل من فيمتو سكند ان هو يعملها بالشكل دوت في البلوك المعمول الكومباكت الدفاع. بص كل اللاعبين باريس سان جيرمان بيبصوا اصلا في مودريتش، يعني ما ركزوش ولا مع فينيسيوس ولا حتى مع كريم بنزيما في ان انت تقفل عليهم. اتلعبت الكوره طبعا بشكل ممتاز جدا، دار فيه الاوفسايد طبعا، هو اشرف حكيمي كان مغطي بمليمترات يعني مغطي، لكن كمان الترن اللي عمله طبعا كريم بنزيما وترجمه الهدف. صحيح. انا عايز اقول ان بيريرا وحكيمي امبارح يعني تعبوا جدا مع فينيسيوس وكريم بنزيما في الضغط العالي، كانوا عاملين ضغط عالي وشديد عليهم جدا، ولكن القوه الثنائيه ديت هي سر تفوق ريال مدريد وان هو يبقى افضل خط هجوم. صحيح. محمد بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا ويعني حاجات رائعه جدا وتحليل رائع، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معانا. شكرا جزيلا. يعني عايزين كمان حضراتكم عارفين كان عندنا مسابقه يوم الاثنين اللي فات، كانت مسابقه تتوقع مين للوصول لدور الثمانيه، باريس سان جيرمان او ريال مدريد. معانا الفائز طبعا من خلال صفحتنا على قناه النادي الاهلي، هنتواصل معاه فريق الاعداد هيتواصل معاه وان شاء الله اهو هنشوف ستوب. طيب ماشي، خلينا وانا هقول ستوب. عبد الرحمن الف مبروك عليك، هو توقع وكمان توقع 3-1، يعني ما شاء الله عليه، يعني توقع كان ممكن تتوقع ان ريال هيكسب ولكن فعلا توقع النتيجة مظبوطة 3-1. عبد الرحمن بنقول لك مبروك، تيشيرت النادي الأهلي إن شاء الله فريق الإعداد هتواصل معاك ويكون معاك تيشيرت النادي الأهلي موقع من أحد نجوم النادي الأهلي. مسابقتنا النهاردة اللي إن شاء الله تتوقع مين فوز مين في البريمير ليج، ليفربول ولا برايتون؟ ده سؤالنا في الحلقة النهاردة، تتوقع مين هيكون الفائز أمام في مباراة ليفربول وبرايتون في البريمير ليج الجوله اللي جايه، وكمان مين اللي يحرز اهداف؟ ان شاء الله يكون محمد صلاح من الناس اللي هتحرز اهداف. ده كانت ان شاء الله يوم الاثنين هنشوف برضو فائز جديد بتيشيرت النادي الاهلي وتوقيع احد نجوم النادي الاهلي. دي كانت نهايه فقرتنا النهارده وحلقه نهايه الاسبوع، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله باذن الله حلقه جديده ويوم جديد من المحترف يوم الاثنين الجاي، انتظرونا.